أول موضوع عندنا في الإنفلامات الباول ديزيز. يا ترى الوضع ليه نتكلم في الإنفلامات الباول ديزيز؟ هنتكلم الأول عن الألسراتيف كولايتيس. محطوط فيها اسم الكول. ألسراتيف كولايتيس. It affects only the colon. فهو ما بيأثرش غير على الكولون. بالكتير يعمل حاجة اسمها باك ووش كولايتس، ياخد الترمينال إيليم. الترمينال إيليم ده زي ما هنعرف وضعه مهم جدا في الري أبسوربشن أوف فايت سولتس وفيتامين بي 12. So ulcerative colitis affects only the colon and maybe the terminal area. حتى الشرارة. Ulcerative colitis من الاسم ulceration which is superficial ulceration. وعشان كده ما بنلاقيش فيستولا موجودة في الالسراتيف كولايتس اللي هي في كرونز ديزيز. يبقى هنا اولا واخد الكولون، ثانيا الالسر سوبرفيشال مش عميقة. لما تيجي تبص بعينك على الالسرز دي من خلال المنظار بتلاقي الالسرز وساعات في النص حتة تيشو هي مصابة ولكنها مش ألسريتد، فده بيدي انطباع بما يسمى سودو بوليب، كما لو كانت بوليب. هي عالية عشان اللي حواليها وطي مش عشان هي بوليب أصلا. يبقى واحد أفكت ذا كولون، اتنين سوبرفيشال ألسرز دي نمرة اتنين أحيانا بتدي انطباع بوجود سودو بوليب. النقطة المهمة جدا إنه دايما الليجن بتاع الألسراتيف كولايتس حتة واحدة. يعني لو أنت داخل بالمنظار لقيت حته مصابه كملت جبت اخرها، ممكن ما تكملش بعد كده لان لا يمكن في حته جوه هتبقى متصابه. هو الاصابه حته على بعضها، ما ينفعش يسيب حته سليمه وبعدين ياخد حته بعدها. كونفلوانت ليجن طبعا ممكن ياخد الكولون كله بانكولايتس، لكن ما فيش في النص هتبقى حته سليمه يسيبها. يبقى دي نقطه مهمه. يا ترى بقى تحت الميكروسكوب الشكل بيبان ازاي؟ كاركترستيكالي هنلاقي ما يسمى بكريبتايتس او كريبت ابسس. يعني هنبص نلاقي كده في الميوكوزا في حتت داخله لجوه كده مليانه بانفلاماتري سيلز، الحتت دي اسمها كريب. فلما الاقي مليانه بانفلاماتري سيلز بسميها كريبتايتس او كريبت ابسس. يبقى الكاركترستيك ليجن تحت الميكروسكوب هو كريبتايتس او ما يسمى بكريبت ابسس. طيب يا ترى بقى العيان بتاعنا ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعه؟ برغم انه موست بروبابلي ذيس ديزيز از ان اوتو اميون الا انه ايكوالي افكتس ميل اند فيميلز. مفهومه النقطه دي؟ برغم انه موست بروبابلي اوتو اميون وحتى استجابته على الاميونو سبريسنت زي ما هناخد الكورتيزول ولكنه ايكوالي افكتس ميلز اند فيميلز. بنفاجئ اولاد بان في عيان جاي له اسهال ومعاه مخاط ومعاه دم واحيانا تنسمس بيتعنى بيحزق. يبقى احنا كده عندنا رقم واحد ان العيان بتاعنا ده كما لو كان ديزنتري، لدرجه ان احنا ساعات في الاول بنغلط ونفتكر ديزنتريا، ان العيان عنده ميوكس كتير نازل، بلاد كتير نازل، بيحزق كتير جدا وقدامنا البيت. دي اول واحده. والمرض بيمر بريميشن واكزازربيشن، يعني يجيله فترات يبقى كامل وفترات مفاجئ باسهال رهيب، مخاط كتير بالذات لما الريكتم يكون متصاب ودم كتير. والحاله تتحسن وبعدين ترجع وهكذا. في بعض الاحيان على فكره بتبقى الحاله مايلد يعني ممكن تيجي مره وبعد كده ما تجيش تاني. وفي بعض الاحيان بتبقى كل فين وفين وفي بعض الاحيان بتبقى سو سيفير. يتكتب بقى على الاكسترا انتستينال مانيفستيشنز هام. المرض اصاب الكول لكن في حاجات تانية عندنا ممكن تتصاب. ممكن يحصل كونجنكتيفايتس او ايريدوسايكلايتس. ادي العين. ماوث ألسرز يبقى في تقرحات في البق كتير. يبقى لغايه دلوقتي العين والبق. على الجلد في حاجة مهمة جدا اسمها بايوديرما جانجرينوزا. يبقى بلاكش
حته نجول كده تبقى بلاك كاركترستيك للالسراتيف كولايتس. بايوديرما جانجرينوزا ده على الجلد. لو دخلنا بعد الجلد على المفاصل تحت هنلاقي ان العيان بتاعنا بيحصل له ارثرايتس شبه الروماتيك فيفر. الروماتيك فيفر كانت فليتنج، ودي برضه فليتنج، تاخد مفصل وتسيبه بعدين تاخد الثاني ونون ايروسيف. هنديها عنوان اسمه انتيروباتيك ارثروباسي، دي هناخدها في روماتولوجي تاني تحت عنوان كبير اسمه سيرو نيجاتيف ارثروباسي. ماشي بتكلم على ايه؟ سيرو نيجاتيف ارثروباسي مجموعه كبيره من ضمنهم بتاعتنا دي اللي اسمها انتيروباتيك ارثروباسي اللي مع الانفلاماتوري باول ديزيز. فيبقى الراجل ده عنده انفلاماتوري باول وتلاقي الركبه هوت وريد وتندر وسولين تخف يروح له الانكل وما تعملش تشوهات. يبقى يا اولاد عندنا في الاكسترا انترستيشال مانيفستيشنز ممكن نفاجئ بانه عنده ايريتوسايتوكس او كونجكتيفايتس، بيطلع له قرح في البق كتير. لو بصيت على الجلد طبعا كاركترستيك بايديرما جانجرينوزا تحت ممكن الاقي ارثرايتس سميناها انتيروباتيك ارثروباسي. دول سهلين. من انتستين، يبقى هي جايه من اصابه الانتستين عشان كده سميناها انتيروباتيك، يعني مرتبطه باصابه الانتستين. بتبقى هوت وريد وتندر وسوال انفلاميشن واضح وتخف وبعدين تاخد مفصل تاني وهكذا. اللي جاي بقى نركز فيه الليفر. كل الامراض اللي انت ممكن تتخيلوها في الليفر ممكن تحصل مع الالسراتيف كولايتس. يعني ممكن الاقي ليفر سيروسس، الاقي بايجينيك ليفر ابسس، الاقي اميبيك ليفر ابسس، لكن واحده من الحاجات الاساسيه هناخدها بعدين في الليفر اسمها برايمري سكاليروزنج كولانجايتس. يعني ايه سكاليروسس؟ تيبس او تليف. البيليري تري عند الناس دي يحصل فيها تليف فتلاقيها ايه؟ حتت ضيقه وحتت واسعه، حتت ضيقه وحتت واسعه، حتت ضيقه وحتت واسعه، تضيق. عشان كده سميناها برايمري سكاليروزنج كولانجايتس. الالسرتيف كولايتس جزء كبير من الحالات دول بيبقى عندهم برايمري سكاليروزنج كولانجايتس. ده اكسترا انتستاين. هو مين اللي نايمه تحت الليفر؟ الجول بلادر. وهنا بقى نركز مع بعض عشان نفهم. دلوقتي يا اولاد انتوا عارفين البايل صح؟ البايل عباره عن ميه محطوط فيها بايل سولت، وهي البايل سولت اتصنعت اصلا منين؟ الكوليسترول وشويه بيلرو صح؟ يبقى البايل بيلف زي ما انتوا عارفين، يعني بينزل الانتستين ثم يبقى ري ابزوربد من التيرمينال ايليوم البايل سولت وترجع تنزل تاني الانتستين تعمل ابزوربشن للفات والفات سوليبل فيتامين ثم تبقى ري ابزوربد وترجع تشتغل تاني. ده بنسميه انتيروباتيك سيركيوليشن. يبقى البايل سولت مكلفه في صناعتها للكبد. الكبد بيصنع جرام واحد في اليوم البايل سولت، هما 6 جرام بيلف، فاحنا نفقد 1 جرام بس. الفكره مش ان البايل سولت بس بتساعد الابزوربشن اوف فات اند فات سوليبل فيتامين، ده البايل سولت لما بتلف مع البايل بتحافظ على السوليابيليتي اوف كوليسترول. وعشان كده لو احنا بوظنا التيرمينال ايليا البايل سولت هتبقى لوست في الاستول ما ترجعش. اصبح الكوليسترول بيلف وما معهوش بايل سولت هيبقى دايب. الاجابه لا، هيعمل حصوات فنلاقي المراره فيها كوليسترول ستونز. دي اول خطوه. يبقى المراره هيبقى فيها كوليسترول ستون ليه؟ لان البايل سولت لوست عشان التيرمينال ايليوم باظ اللي بيحصل منه ري ابزوربشن واستعاده للبايل سولت. طيب ادي اول تكه، يبقى المراره فيها حصوات. اوكي يا اولاد؟ حضراتكم في الشاي اللي احنا بنشربه ده فيه اوكساليت. الشاي، المانجا، المشمش، الطماطم الخضراء، كل الكلام ده فيه اوكساليت. الاوكساليت دي وانت بتاكلها حضرتك بيمسكها القط الكالسيوم. الكالسيوم بياخدها وينزل بيها على الشارع، فالحمد لله بيحمينا من ان احنا جيلنا حصوات في الكلى، لانه بياخد الاوكساليت وينزل. عظيم. دي اول نقطة. طيب دلوقتي حضراتكم لما يفقد البايل سولت هل الفات هيبقى ابزوربت؟ الفات مش هيبقى ابزوربت، هيقعد في الانتستين. والفات بيعشق يمسك مين؟ الكالسيوم، فهياخد الكالسيوم وينزل بيه على الشارع. اصبحت الانتستين ما فيهاش كالسيوم،
ونغاب القط العبيفار يبقى الاكسالات هيبقى ابزوربد. ما هو اللي كان بيمسكه ينزل بيه على الشارع الكالسيوم، الكالسيوم دلوقتي مسكه الفات ونزل بيه، اصبح الاكسالات كميته كبيره حره يروح داخل على البلاط. جوه البلاط في اكسالات كتير هينزل في الكلى، وبالتالي بقت في رمله كتير في الكلى فيجيلهم حصوات اكسالات في الكلى. فهمتوا؟ يبقى رقم واحد انا عنده كونجنكتيفايتس وايريدو سايكلايتس وايديرما جانجريوزا واحيانا اريثيما نودوزا، لكن الايديرما هي الافضل والاقوى. فليتنج ارثرايتس سميناها انتيروباتيك ارثروباسي. دخلنا بعد كده على الليفر، لقينا ان كل الامراض ممكن تحصل في الليفر سبيشالي في برايمري سكليروزنج كولانجايتس. بعد كده اتكلمنا على ان تحت الليفر كل بلاد فيها حصوات موجوده، وهي حصوات ايه؟ كوليسترول. وعرفنا ان الكوليسترول ده نتج عن نقص البايل سولت، ونقص البايل سولت ده برضه يا اولاد خلى الفات ما يبقاش يدخل الدم، يقعد في الانتستين فياخد الكالسيوم وينزل بيه في صوره كالسيوم سولت. الكالسيوم ده لما فقد الاوكزاليت اللي موجوده في الانتستين بقت حره، هتبقى ابسورب بتخش الدم تبتدي تنزل في اليورين فتروح عامله حصوه لان تركيزها عالي. يبقى لغايه كده عرفنا ما يسمى باسم اكسترا انتستاينال. في بقى نقطه مهمه كل الفات نزل، لكن هنا اللايبوليسيس اللي بيحصل جوه بيبقى عالي، يعني اللايبوليسيس بتاع هو اون فات داخلي هو اللي بيعلق، ما عندكش فات داخل من بره. يا اولاد دلوقتي بقى شباب شو الاكسبلانيشن في الباوند ليه بيحصل اكسترا انتستاينال مانيفيستيشن؟ لان مين اللي عمله؟ الاميون سيستم، فالاميون سيستم بيخبط في حته ثانيه، يعني مش هو من خلال الانتستين حصل كده، هو اللي عمل الانتستين عمل كده. اسوشيشن عشان كده سميناها اكسترا انتستاينال مانيفيستيشن اوف انفلاماتوري باول ديزيز. هو بص ليه؟ لا انت محتاج عشان التيشو تستعمل انرجي اللي ما عندكش انرجي. زي ما بيحصل في الدايبيتس كده والدايبيتيك كيتوسيدوز. مش قلنا ساعات بتوصل لافتو بنكرياتايتس من كتر ما انت بتدوب دم؟ هي دي النقطه. عشان كده حتى دايما بننصح الناس لما يحصل لهم نقص وزن، يحصل لهم نقص وزن تدريجي. يعني ما تروحش واحد عامل لي حميه اتكنز تروح نازل لي 20 كيلو في اسبوع. على طول فاتي ليفر. على طول فاتي ليفر. اوكي يا ولاد؟ عظيم. النقطه بقى المهمه هنا في بروتين لوزنج صح؟ وفي دم نازل والسرز كتيره بنفقد فيها بلازما، والبلازما دي فيها انتي ثرومبين 3. انتي ثرومبين 3 اللي بيمنع ايه؟ بيمنع جلطات، الثرومب راح يعمل جلطه بيوقفه، فانت بتفقده، فمش غريبه ابدا ان حالات الالسرتيف كولايتس مفاجئه عندهم بدي في تي تخف جيلهم دي في تي ثانيه، لان عندهم هايبر كوأجلابول ستيت. احنا دلوقتي عندنا جوه جسمنا زي ما هناخد في الهيماتولوجي حاجات بتمنع نجيلنا جلطات، بتحمينا من حمايه ربانيه. المفروض ان الثرومبين ده رايح يحول الفايبرينوجين الى فايبرين ويعمل جلطه. طيب واحنا قاعدين دلوقتي ممكن يبقى في اكتيفيشن للبروتين سيستم عندنا. بص نعم. رايح الثرومبين بقى يحول الفايبرينوجين الى فايبرين ويعمل جلطه. في ربنا حاطط لنا حامل اسمه انتي، من اسمه انتي ثرومبين 3 اكتيفيتد باي هيبارين. وعندنا الهيبارين في الماست سيلز بتاعتنا اللي بناخده من بره يعني. فهو بيعمل ايه؟ بيروح رايح اول ما الثرومبين رايح يعمل جلطه يوقف. ده بروتين الانتي ثرومبين 3. القرح اللي موجوده دي عماله تؤوز، طبعا بتقوس سيرم وبلازما، والبلازما فيها بروتين من ضمنهم الانتي ثرومبين 3، فبيبقى الانتي ثرومبين 3 عند ناس دي واطي جدا، فعلى طول تجي لهم جلطات. عشان كده وي كونسيدر انفلاماتوري باول ديزيز از ا هايبر كوأجلابول ستيت. مفهوم يا شباب؟ عظيم. دلوقتي بقى عرفنا ست او بنت، طبعا ممكن رجاله مفيش مشكله، مرات متعددة بيجي لهم مثال جامد قوي ومعاه مخاط ومعاه دم وحزق كتير قوي. وفترات تتحسن وفترات تزيد وفترات تتحسن وفترات تزيد. وعندهم اكسترا انتستاينال مانيفستيشن. طبعا يا جماعة احنا مرعوبين من البروتين. واحد ان القولون ده النزيف مرة من المرات يبقى بشع لدرجة انك قد يصل الى حد الموت. دي واحد. نمرة اتنين ان القولون فجأة نلاقيه دايليتد. بنسميه توكسيك ميجا كولون. ده
فايليتد بالاميون رياكشن اللي موجود وفعلا ممكن يتخلي يعني ممكن يحصله بالفوريشن. انما بيني ما بينكم المؤكد المؤكد انه سيدخل في سرطان قولون بعد 18 سنين مع الاسف. دي اخطر ما في الموضوع لان في خلايا بتموت كتير في الجلوكوزا وبتتجدد، والتجديد ده معناه ان في بوسيبيليتي اوف ايرور. وعشان كده بعد 8 سنين لازم بنعمل فولو اب كلوروسكوب وندخل وناخد عينه من اكتر من حته عشان لو لقينا ديسبليزيا فورا بنشيل القولون كله. وطبعا اذا شلت القولون كله هيبقى العيان شاف شوفي. ها ليه؟ لان المرض لا يصيب الا القولون. فاهمين؟ لو شلت القولون كله هيبقى المريض مش هيجيله حاجه ثانيه، مش هيجيله ألسر تيفولايتس ثاني لانه لا يصيب الا القولون. طيب عايزين نعالج دلوقتي مشكلتنا مينلي اميون سيستم، يعني انفلاماتوري سيلز موجوده، حد عنده اعتراض؟ الخناقه فين اصلا؟ خناقه في الكولد صح؟ خناقه في الكولد. يبقى انا ما ينفعش ان انا اتعامل مع العيان ده غير بدواء يوصل الكولد يشتغل في الكولد. مفهوم؟ طيب العيان ده عنده تقرحات في القولون، يعني القولون متعور من جوه، قمت اقول له اتفضل حضرتك اضرب لك طبق فوق حيث قشره الفول لا تهضم الا في معده الحيوانات ويصل هذا القشره الى القولون تزلزله فالنزيف يزيد. ينفع؟ ينفع ان انا اكل له بطيخ وشمام وخيار واطلع له سلطه؟ بتحصل في المستشفيات المصريه. دي جريمه. ان انا هدي ارياف توصل للقولون تحركه وتخليه ينزل. عشان كده بنقول لو ريزيديوال دايت، يعني ايه؟ نطلع له بيضه مسلوقه، نطلع له كيك، نطلع له تشيز جبنه. مفهوم يا اولاد؟ حاجات تتهضم وتدخل الدم قبل ما توصل للارجل تسجل. از ات كلير؟ ده الاكل. طبعا العيان ده نزف كتير وبالتالي عنده انيميا، فما ينفعش في نفس الوقت كمان ان انا اقعد للعيان بتاعي دوت احاول احصل هيلينج وعنده انيميا فبفكر في البلد ترانسفيوجن. دي الخطوات البدائيه. ولكن قبل ما ابتدي اخد الخطوات ده هي طبعا لازم اتاكد ان العيان بتاعي مش بس الكلينيكال انفستيجيشن تثبت انه انسرتيف كولونز. ادخل بالمنظار كولونسكوب واخد بايوبسي. طبعا وانا داخل بالمنظار الاقي انسريشن ميكوزا فرايبل، المنظار هو معدي عليها بيعورها. في نفس الوقت السودو بولي، لو خدت بايوبسي وبعتها كلينيكال باثولوجي بيجي لي الكاركترستيك ليجر كيس كريبتايتس او كريب ابسس. طبعا مع وجود انسريشن والتليف الباريوم المفروض يا اولاد يبين الاوستريشن، يعني الاقي الباريوم واخد الشكل ده في كله. دي اسمها اوستريشن. انما هنا من كتر التليف والفايبروزس هلاقي الباريوم خد شكل الكولون ريبون شيب زي الشريط، مفيش في اي اوستريشن. ودي اكس راي مهمه وتنزل لكم وهنشوفها مع بعض. يبقى هنا ريبون شيب كولون، اقول دي انسرتيف كولايتس. بالمنظار الاقي انسريشن واخد بايوبسي، بس طبعا ما اعملش باريوم مفهوم وبعدين ارجع اعمل كولونسكوب لان الباريوم بيغطي. يعني اعمل كولونسكوب من الاول لو عملت باريوم عشان تعمل منظار هتستنى اسبوعين عشان يكون الباريوم راح. لغايه كده متفقين. ديت هنا ده النورمال. فالكولون فيه اوستريشن. فالباريوم بياخد الشكل ده، فلاقي اللون الابيض واخد التقسيمات ده هي. تقرحات وتنتين وتخف، تقرحات وتخف، في فايبروزز. الفايبروس تيشو ده هيلغي الاوستريشن خالص. فنلاقي من كتر ما هو لافف حوالين القولون حوله لتيوب زي الماسوره بالظبط. فبتبان الباريوم، مفيش بقى الاوستريشن اللي كانت موجوده، بيبان شريط. ايوه خلاه بدل ما كان كده حوله لكده. لوست اوستريشن خالص. بياخد الطبق، انا ما بشوفش القولون، انا بشوف الباريوم. فالباريوم بيبقى واخد شكل القالب اللي هو ماشي جواه، فبلقاه شكل الشريط اقول دي اكثر كولايتس. طبعا لو عملت سي بي سي بلاقي انيميا، ايه السعر عالي سي رياكتيف بروتين، لكن لو وجود انيميا وايه السعر عالي سي رياكتيف بروتين والانسرتيف كولايتس. انما مين اللي هيقول انسرتيف كولايتس؟ المنظار والعينه ومين؟ واتفقنا الباريوم. طبعا في ماركر ما هوش قوي قوي اسمه بانكا، بي انكا، بي انكا، بي سمول انكا.
الانكا انتي نيوتروفيليك سيتوبلازميك انتي بوديز، يعني بيبقى في دم العيانين دول انتي بوديز اجينست السيتوبلازم اوف نيوتروفيلز. بس في طريقتين، يا اما ساعات بنلاقيها بتترشق في كل السيتوبلازم فدي بنسميها كلاسيك انكا او سي انكا، وساعات عند واحد تاني زي حالتنا هنا الانتي بوديز اللي عنده اجينست نيوتروفيليك سيتوبلازم لما بنحط السيرم بتاعه على النيوتروفيلز بنلاقي الانتي بوديز دي بتترشق برينيوكليار، وعشان كده سميناها بانكا. مفهوم؟ في جميع الاحوال هي انتي سيتوبلازميك انتي نيوتروفيليك انتي بوديز، ولكنها احيانا بتبقى ديفيوز في السيتوبلازم كله واحيانا برينيوكليار فسميناها بي انكا. هنا بتبقى بي انكا في اكتر من 70% من حالات الالسراتيف كولايتس. هنظبط طبعا الاكل بتاعنا. لو في انيميا هنديهم عاده نقل دم لغايه المهل الهيموجلوبين اراوند 10 او اكتر من 10 عشان اساعد البليدنج. لو في انفكشن هنحط انتي بايوتيك لا يوجد ما يمنع. انما العلاج الفعلي بقى ايه هو العلاج الفعلي للالسراتيف كولايتس؟ احنا عندنا موقفين. الموقف الاولاني دلوقتي والعيان بتاعي عنده اسهال رهيب وعمال ينزل، والموقف الثاني اللي عندي ان بعد ما ربنا يكرمه ويخف المره دي ما انا مش عايز تتكرر عليه كتير، يبقى انا عايز اتصرف وقت الاتاك وعايز اتصرف عشان امنع الاكسسبشن. وقت الاتاك ممكن نعمل حقنه شرجيه تريتمنت بحاجه اسمها ميثالازين. هنعرف ايه هو الميثالازين دلوقتي حالا. ده 5 امينو ساليسيليك اسيد بنسميه 5 اسا، 5 امينو ساليسيليك اسيد 5 اسا. حقنه شرجيه ما تنساش انه اسبرين، 5 امينو ساليسيليك اسيد ده ساليسيليك. حقنه شرجيه اذا ما جابتش نتيجه وفضل الاسهال والدم مربوط ممكن استعمل كورتيكوستيرويد انيما. خدتوا بالكم انا بدخل فين؟ دايركتلي عليه. بعمله كورتيكوستيرويد انيما في سينثيتك كورتيكوستيرويد اسمه باتسونايت. دي حقنه شرجيه جاهزه بتبقى موجوده. طيب العيان عملت له الحقنه الشرجيه بالكورتيكوستيرويد وبرده النزيف مستمر. في الحاله ده هتديله اورال كورتيكوستيرويد. ممكن اديله 30 الى 40 ملي جرام من البريدنيزول او البريدنيزولو. اوكي يا ولاد؟ اديته اورال وفعلا في مره حصل معانا عيان كده. نور سينس. يبقى هدي بارنترال كورتيكوستيرويد. هديله 100 ملي جرام هيدروكورتيزون كل 6 ساعات. يبقى كم ملي جرام في اليوم؟ 100 كل 6 ساعات. يبقى 400. تمام؟ أول مثال بريدنيزولون 60، لكن هو الأفضل هيدروكورتيزون بيجيب نتيجة كويسة. ومع ذلك مع الأسف لو قعدنا 5 أيام على الكورتيكوستيرويدز وبرضه في نزيف العيان هيموت، هندي دواء مهم جدا جديد بايولوجيكال تريتمنت اسمه انفليكسيماب. الانفليكسيماب ده أنتي تيومر نكروزيس فاكتور ألفا. تعالوا نفهم. دلوقتي في تنسيق الهجوم اللي هينسقه جهاز المناعة في مهاجمته للقولون وتدميره وإحداث التقرحات بيحتاج سلاح إشارة عشان يخاطبوا بعض، وده يعمل اكتيفيشن اللي بعده وده يعمل اكتيفيشن اللي بعد اللي بعده وهكذا. ده بيتم بواسطة ما يسمى سيتوكاينز، سلاح الإشارة. من ضمنهم حاجة مهمة جدا اسمها تيومر نكروزيس فاكتور ألفا، اسم الدلع القديم كشكتين. تيومر نكروزيس فاكتور الفا ده بيطلع من الخلايا بتاعتنا اللي هي الميكروفيشز، بيقوي جهاز المناعه ويهيجه زياده عشان يهاجم اكتر، وبيرفع درجه حراره الجسم ويسد الشهيه. ده اسمه تيومر نكروزيس فاكتور الفا. عشان كده الدواء ده يستعمل في امراض كتيره قوي. فاحنا هنعمل دواء مونوكلونال انتي بودي اجينست ذيس تيومر نكروزيس فاكتور الفا اسمه انفليكسيماب. دواء ده لما بنديه بنوقف هجوم المناعه، لان احنا بنعطل وسيله التخاطب ما بين جهاز القوات المسلحه. وبالتالي بندي الانفليكس مات لامراض مناعه كتيره جدا، هناخده في روماتويد ارثرايتس مثلا. يبقى هنا هنديه في الحاله بتاعتنا امتى؟ لو انا بقالي 5 ايام على كورتيكوستيرويد والوضع نايم ب 60 نيله، لان اللي عندها هيموت.
فبندي الانفليكسيماب، هو بيعطل جهاز المناعه طبعا. فلو في بكتيريا انفكشن او في تي بي، تبقى مصيبه صوت هيحصل في الرعب فينا ولاد، فدي مشكله. يبقى هنا لكن هضطر اتجاهله. لو عملت كل ده وما فيش فايده، المزيد مستمر، اسيب العيان يموت، افتح واشيل الكول. بس طبعا وحش قوي انك تشتغل على عيان وهو تعبان. مش كده دايما بنحب لما نعمل عمليه يكون العيان في وضع احسن، مش في وضع خناقه موجوده. طيب الحمد لله العيان، احنا اول حاجه بعد ما ظبطنا الاكل ولو احتاج دم ادينا له دم وهكذا، كنا ادينا له ايه؟ ميثالازين، مش كده؟ اما ظبطت الدنيا، ما ظبطتش هنديله كورتيكوستيرويد تاني، ما ظبطتش هندي اورال كورتيكوستيرويد، ما ظبطتش هندي بارنترال كورتيكوستيرويد، ما ظبطتش هندي بايولوجيكال سيرابي انفليكسيدات. از ات كلير؟ طب في اي خطوه من الخطوات دي؟ الحمد لله العيان ربنا كرمه، الحمد لله الدم وقف والدنيا بقت زي الفل. هو انا كده خلاص خليته خف ولا ممكن يحصل له اكزازربيشن؟ ممكن يحصل له اكزازربيشن. عايزين بقى نديله دواء يمنع الاكزازربيشن. في البدايه كان دواء سخيف كان اسمه سلفا سلازين. كان اسمه ايه؟ سلفا سلازين. سلفا سلازين كان عباره عن سلفا فعلا ماسك بحاجه اسمها ازورينج في فايت اسيد. اوكي؟ ايه الحكمه؟ انا لو انا اديت 5 امينو ساليسيليك اسيد اورا، تعالوا نمشي كده هنشوف هيمشي فين. هيدخل في الاسوفجس ستومك انتستين، يبقى ابزوربد ويخش الدم زي ما انتم بتاخدوا قرص اسبرين. هو هيشتغل كده، عايزه يشتغل من خلال الدم ولا عايزه يشتغل جوه القولون؟ جوه القولون، يبقى مش عايزه يبقى ابزوربد. فكنا بنركب عليه المولكيول بتاع الصلفة عشان يبقى حجمه كبير ما يتهضمش، فيوصل كامل مكمل لغايه الكولون. في الكولوم في بكتيريا فلورا تقدر تكسر الازورين ويبقى ليبريتد الفايف اسا ويشتغل كانتي انفلاماتوري في الكولوم. مفهوم؟ لكن الصلفه انا استفدت بيها حاجه. ايه دور الصلفه كان؟ فكانت بتعمل لي سايد افكت، يعني ممكن تعمل بوم مارو سبريشن، راجل بوردر لاين توقف له الفيرتيلتي بتاعته خالص، فكانت حاجه سخيفه يعني. طيب احنا بناخد ضرر والنفع محدود. طيب ما تيجوا نعمل حاجه ثانيه، روحوا عاملين اول سلازين، اثنين مولكيول من الاسلازين في بعض بالازورينج، فيفضلوا ماشيين زي الفل ما يمتصوش لغايه لما يوصلوا لارج انتستين، تشتغل عليها البكتيريا فلورا وكده خلصت من السلطه خالص. بعد كده بقى عملوا الدواء اللي موجود دلوقتي بغزاره. قال لك ان السيلولوز لا يهضم الا في معده الحيوانات. ومن هنا جابوا الفايف اسا وعملوا لها كود بسيلولوز. وعملوا البنتاسا. وعملوا ايه؟ البنتاسا. اللي اسمها بنتاسا اسمها ميثالازين. ميثالازين. يبقى في سلفا سلازين انسون. وفي اول سلازين، انما اللي ماشي دلوقتي كله ميثالازين اللي هو 5 اسا كوتد ويز سيلولوز. فمش هتبقى ابزوربد لغايه لما توصل لارج انتستين، بكتيريا فلورا تشتغل عليها وتخرج وتشتغل لوكال. يبقى لغايه كده فعلا العينين بتوعنا ماشيين على البنتاسا. لو كل اللي عندهم اصلا كولايتس بياخدوا البنتاسا، ده بيقلل الريلابس عندهم. ولكن في بعض الحالات بيبقى الوضع برضه سخيف شويه وبيحصل اكزازربيشن كتير والبنتاسا لا تستطيع ان تسيطر، فبنحط لهم جرعه من الكورتيكوستيرويدز. ولكن اذا كانت جرعه الكورتيكوستيرويدز دي هتبقى عاليه ولما بقللها بيحصل اكزازربيشن، ممكن اقلل الكورتيكوستيرويد واضيف أذا ثايوبرين إميوراك. أذا ثايوبرين إميوراك. ولكن دخولي في العملية وفتح باب العمليات لهذه الحالة هيحدث فيما يلي. لو نزيف تم الفشل التام في إيقافه. لو لقيت الكولوم في الإكس راي بقى دايليتد وصل 6 سنتي، دي بنسميها توكسيك ميجا كولوم أو اتخرب. ولكن بعد 8 سنين ل 10 سنين لازم نعمل منظار تقريبا مرتين في السنه ناخد عينات. لو لقينا ديسبليزيا هنعمل ايه؟ توتال كوليكتومي. طب واسيب الاليان بيلعب في الشارع كده؟ افتحه على بره واعمل بيرمننت اليوستومي. ويجي يقول لك ده مركب ايه؟ اليوستومي باك، تيجي فيها الفضلات تتغير ونرميها ونركب غيرها ونشتريها من الصيدليه. طبعا هنا برضه سخيفه شويه. ففي ناس قالت نعمل حاجه. احنا نشيل الكولوم كله ونسيب الريكتر ونسيب ايه؟ الحته الاخيره وندخل فيها الاليا. ف
فبقى في اليوريكتال اناستوموزس، بحيث ان الراجل ده يجيب الاخراج من المكان الطبيعي، يعني ما تبقاش حاجه صعبه يعني، ولكن في خطوره. الحته اللي فضلت دي ممكن تقلب سرطان. فلو هتعمل الحركه دي لازم تتابع الريكتال اللي انت سبته، لان ممكن يقلب سرطان. از ات كلير يا اولاد؟ فهمنا يعني ايه ulcerative colitis والعيان بتاعنا جاي بايه؟ وعرفنا ازاي نشخصه سواء بالمنظار او سواء كان بالباريا او سواء كان بالبنكة وانما اخده. ايه الفرق بقى ما بين الالسراتيف وما بين المعلم الثاني الكرونز ديزيز؟ اتفضل. ده حاجة حلقوها يعني، ان بعض الناس لما في العائلات دي شالت عندهم الابندكس، اللي شالت عندهم الابندكس ما جات لهمش. ايه التفسير؟ ما فيش تفسير. فايندينج يقولها بالاحسن، انما ما نقدرش نعتمد عليها ونفتح نشيل الزوايا بتاع كل حد عنده في عيلته انفلاماتوري باول ديزيز. ده 5 امينو حلو. السلسلك اسيد ده بيمنع مين؟ بروستاجلاندين. والبروستاجلاندين دي بتجيب ايه؟ بقى بالظبط كده. وانا في الاول وفي الاخر كده كده. دلوقتي بقى يا شباب كرونز ديزيز، طبعا مبدئيا الدخان بيقلل الفلير اب اوف ألسراتيف كوليتس، يعني العيان الوحيد، كل عيان بيجي لي بقول له ما تدخنش. العيان الوحيد الذي لا اجرؤ ان اقول له ما تدخنش لو في دخن هو الألسراتيف كوليتس. لانه لما بنوقف الدخان بيحصل لهم فلير اب بشع. بشع. طبعا لا تحدث العكس، زي ما احد الاطباء في مره نصح في ميل قال لها دخاني يا مدام، فجوزها كان له جيش، قال لها قال لها ما تدخنش، هي تدخن تطلقي ولا تقعدي بالألسراتيف؟ قالت لها خلينا بالألسراتيف. كرونز ديزيز العكس، كرونز في المدخنين اكتر من غير المدخنين. يا اولاد تعالوا بقى من خلال الفهم بتاع الفروق نتكلم، من خلال الفهم بتاع الفروق نتكلم. رجاء يا جماعه ما حدش يكون بيسجل عشان حصلت مشكله جامده في الفهم. دلوقتي لما نيجي نتكلم على الكرونز، الالسراتيف كرونز افكتس من بس جي اي تي كله، ولكن كروز ديزيز كان افكت اني بارت في الجي اي تي فروم ذا ماوث تيل ذا انس. ودي اول نقطه، عشان كده لو عملت لوبكولكتومي العمل بيخف في الراس. كان افكت اني بارت في الجي اي تي فروم ذا ماوث تيل ذا انس. لكن في حتت بيحبها قوي، بيحب التيرمينال ايليم اساسي، ممكن ياخد الاسندنج كله، ولكن ات مي افكت اني بارت في الجي اي تي فروم ذا ماوث تيل ذا انس. يعني ممكن نلاقي ألسس في البوك. ها كده متفقين. ثانيا في عيب تاني انه في سكيب ليجن ابن 60 70، يعني ياخد حته في اول الكولون ويسيب الباقي كله ويروح ضارب حته في الانتستين، في الانتستين ياخد حته ويسيب حته وياخد حته ويسيب حته. الكلام ده ما كانش موجود في الانسر، يبقى في سكيب ليجن، في تخطي، دي مشكله. العيب التاني، عارفين صينيه البسبوسه بتبقى متقطعه ازاي؟ بالطول وبالعرض، وطبعا القطع بالسكينه لغايه الاخر بالظبط كده. اديب لينير فيشرز، واخده العمق كله، وعشان كده هيحصل ايه؟ فيستولا كتير جدا جدا جدا، لان الالسرز ديب واخده الجدار كله ولينير، خطوط بالطول وبالعرض. طبعا احنا بالنسبه لنا صينيه البسبوسه بالنسبه للاجانب كوبل ستون ابيرنس، زي البلاط كوبل ستون ابيرنس. يا ولاد مش ده اللي فهمني الكلينيكال بيكتشر. اهم نقطه فيها حاجتين، ان الالسر فعلا ديب عشان كده بيحصل فيستولا، انما المشكله ان الميكوزا بتبقى ايديميتاس بصوره رهيبه، بتورم جدا على حساب اليورين، على حساب مين؟ وعشان كده مشكلتنا هتبقى في الاوبستراكشن والفيستولا. فهمتوا يا شباب؟ يبقى الباثولوجي فهمني الكلينيكال بيكتشر، انه واخد حتت وسايب حتت، مش كده؟ الاستراكشر بيبقى في حتت وحتت. ثانيا ان الالسرز دي بلينير وبالطول وبالعرض ادتني الكوبل ستون وعملت فيستولا، وان في اديما جامده جدا في كل الجدار ضيقت اليومن. تحت المايكروسكوب كاركترستيك ليجن نون كازييتنج جرانيولوما، نون كازييتنج جرانيولوما، مفهوم يا اولاد؟ يبقى في جرانيولوما شبه التي بي بس ما فيهاش ايه؟ كازيين. نعم. شكرا. مش متخيله عايش شقتين لينير.
يعني انت جبت الانتستين لو كنت فتحتيها حلو، تبص تلاقي اكنك جبتي موس ورحت قطعه لغايه لما وصلت للسيروزه تحت، بينما الالسراتيف كولايتس انت بتقشطي قشطه على السطح بس، بينما الجدار تحت زي الفل، عشان كده ما كانش بيفتح على بره. انما ده من كتر ما الالسر معديه في الميوكوزا والصب ميوكوزا ومكمله على الماسكيلوزا والسيروزا سهل تفتح على بره وتعمل فيستولا كده. بالظبط كده، از جينيتك اوتو ميو اتش ال اي اسوشيشن. بعض الناس اتهمت بعض الانفكشن زي المايكوبلازما والاتيبيكال مايكوباكتيريا توبركلوزس كلها نظريات، لكن اللي متاكد ان فيها انفلاميشن طبعا الاستجابه بالتريتمنت بالكل بيعتمد يعني انتي انفلاماتري يا اميونوسبريس عظيم. يبقى دلوقتي الفرق ان كرونز ديزيز كان افكت اني بارت في الجي اي تي فروم ذا ماوس تيل ذا اينس، انما اكتر حته بحب اصيبها مين؟ واحد. نمره اتنين عرفنا ان الباثولوجي هنا عباره عن ديب لينير فيشرز كوبري ستون ابيرنس شكل المدياء، وفي فيستول كتير بتحصل في الحاله بتاعتنا، وفي اديما جامده في الجدار. كاركترستيك ليجر تحت الميكروسكوب كان نون كازييتنج جرانيولوما كلينيكال بيكتشر. تخيلوا بقى لما يسيب التيرمينال ايه ده اكتر حته بيعشقها، الحته دي ضيقه ولا واسعه؟ ضيقه. فين؟ في اليمين تحت. في اليمين تحت. وبالتالي العده لما بياكل بيجي له وجع جدا ومغص جامد. ليه؟ لان الاكل هيقف هنا فالانتستين هتحاول تتغلب كونتراكشن قوي يعني مغص. المصيبه السوداء ان لما يدخل عليكم حد بألم جامد هنا زي فورا، وعشان كده بتبقى في مصيبه سوداء. هي بيتلكك عشان يفتح على بره صح؟ اما انت تروح فاتح له، عشان كده ده لو اتفتح ما بيقفلش، ده لو اتفتح ما بيقفلش. الجراح مع الاسف بعد شويه بيضطر يعمل هيميكوليكتومي عشان يلم الليله. هو اصلا في ألسرز كتير وملزق وفي وجع هنا، فالجراح جه حط لقى وجع هنا وتندر للسن، قال ايه؟ زي راح فاتح. ده هو بيتلكك عشان يفتح لبره، فانت عملت له انسيجن خلاص، يبقى الفيستولا دي هتفتح لبره وتلاقي مكان الجرح عمال يجيب ستول. دي بقت فيستولا. عشان كده بلاش حل، وطبعا لو قطع فوق هيعمل نفس المصيبه، فالحل بيضطر يعمل هيميكوليكتومي، يشيل نص القولون اللي موجود. فدي اول نقطه بين في الرايت ايريك فص. هو البيت كريتيريا مختلفه ولا لا؟ لا خالص. حتى الابندكس بلاش كرايتيريا معينه، بت راوند اب امبلايكس، وعلى فكره ثلاث ارباع على الاقل الابندكس اللي بتتشال مش ابندسايتس. وحتى لو فتح ما لقاش ابندكس يعني مش هيروح يقول للناس يعني هي مكانت كويسه زي الفل، وده كانت على وشك انها تضر عادي جدا. في حاجتين فيهم ابيوز في العالم كله على فكره بس في مصر، سيل زايده وشيل اللوز. عشان كده بنصحكم بالانتي، عشان وانت صغير هتعمل لك شويه فلوس حلوين وشيل اللوز الناس اللي مش محتاجه تتشال يعني. وبرضه في الجراحه ابندكس ابندكس ابندكس. اوكي يا ولاد؟ يبقى هنا بين فرات ايه القصه بيزيد مع الاكل. دي رقم واحد. طبعا في مصيبه سوداء لو الراجل ده زلط وهو بياكل مثلا فول سوداني. بلع حبايه فول سوداني ممكن يجي له انسان ابستراكشن فعلا. لان الدنيا تحت ايه؟ ضيقه وناقصه دي اللي تسدها. دي واحد. نمره اثنين بقى عندنا الراجل دوت كل شويه في مصيبه. يعني كل شويه يبقى جنب الايه نص في فتحه ويقول لك بتنزل براز. دي فيستولا. دي فيستولا تخف تطلع له واحده ثانيه، تخف تطلع له واحده ثالثه. ده مش بس كده، ده ممكن يفتحوا على بعض جوه. يعني ممكن الكولون يفتح على الاستومك وتبقى في ريحه ستول طالعه من بق العيان. جاستروكوليك فيستولا. ممكن الانتستين تفتح على الفاجينا. ونفاجئ بان الفيستول جاي من الفاجينا. دي كارثه. ده مرض يعني مقرف في كده. فيستولا في كل حته، وعشان كده اذا كان الالسرتيف كولايتس لما بتعمل عمليه بتعمل بس كوليكتومي، الراجل ده يتعمل له 200 عمليه. يعني الراجل بتاع كرونز ديزيز معرض للعمليات اكتر. لان كل شويه في فيستولا، الفتحه ما كملتش الاخر هتعمل خراج، والخراج لزق في السكين فتح على بره. فكل شويه ابسس فيستولا، ابسس فيستولا. متعبه جدا. لو خد اللارج انتستين ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ طبعا، لان احنا قلنا بياخد فروم ذا ماوس تيل ذا ايرس، هتبقى كلينيكال بيكتشر قريبه جدا من الالسرتيف كولايتس، لان كله مش هيجي يعني، بس هيبقى فيه الالسريشن ميوكس وبلاد وهكذا. والاكسترا انتستاينال مانيفستيشنز موجوده، اللي هي
كونجنكتيفايتس وايريدوسايكلايتس ماوث وعجلت مفيش بايديرما جنبي الموزع دي بتاعه الالسراتيف. انما ممكن يبقى فيه ريسيما نودوزا، ممكن يبقى فيه فليتنج ارثرايتس، كل امراض الليفر ممكن تبقى موجوده، كوليسترول ستون لانه اصاب مين؟ البطن التيرمينال ايليا، وممكن يبقى فيه حصوات في الكدني. اوكزاليت ولا يوريت؟ اوكزاليت اوكزاليت حصوات اوكزاليت، وطبعا ممكن يجي لهم دي في تي عظيم. البايديرما جانجلينوزا بتاعت الالسر في الكلايتس بس. يلا ممكن هي كريستون؟ اه طبعا اه طبعا اذا كانت تيجي في البق. طب هي اشكلها هتبقى عامله زي الجاسترايتس؟ الصر الصر بس مش لوحدها مع اخواتها تحت، ساعتها ببقى عارف ان دي مش الصر عاديه. يا اولاد عظيم يا شباب، كده عرفنا الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا. طب عشان نشخص ان العيان بتاعي ده انا شاكك انه عنده كرونز ديزيز، رقم واحد هو اكتر حته بيصيبها مين؟ تيرمينال ايليا. طب انا لما بعمل اشعه على الاسوفجاس بعمل باريم سوالو صح؟ على المعده اسمها باريم ميل، على الكولون باريم انيما. طب سمول انتستين اسمها باريم فولو ثرو، باريم فولو ثرو، بفضل اديله باريم لغايه واقلبه لغايه لما توصل الباريم للسمول انتستين. لغايه كده متفقين؟ هو الليجن كان ايه؟ حته واحده ولا بيسيب حته ويمسك حته ويسيب حته ويمسك حته؟ طب الحته اللي بيصيبها بيعمل فيها ايه في اليوم بتاعتها؟ حلو قوي، هو ده اللي هيحصل. هبص الاقي الباريم ماشي خط كويس، فجاه بقى خط رفيع وبعدين وسع تاني وبعدين دق تاني وبعدين وسع تاني. الحته اللي بيضيق دي هي اللي فيها الليجن صح؟ ودي اللي اسميها سترينج ساين اوف كانتور. سترينج ساين في الاشعه اسمها سترينج ساين اوف كانتور. سترينج ساين اوف كانتور. طبعا لو عملت منظار وخدت بايوبسي هلاقي اللي موجود عندي كاركترستيك ليجن ايه؟ نون كازميتنج جرانيولوما. وطبعا الانيميا موجوده، الدي اس ار عاليه، السي رياكتيف بروتين عاليين مع الاكسازربيشن. وطبعا حضراتكم الماركر بتاعنا كان اسمه بانكا. مين؟ الالسر هنا هيبقى اسمه اسكا. انتي ساكاروميسيس سيريبيسي. انتي ساكاروميسيس اسكا. على فكره بيفرق معانا في حاجه واحده بس. احنا قلنا الكلينيكال بيكتشر في الكرونز لو اصاب الكولون بتبقى زي الالسر في الكولايتس. فلو انت مش عايز تعمل منظار وعايز تفرق اطلب البانكا واطلب الاسكا. لو طلعت اسكا بوزيتيف يبقى ده كرونز، لو طلعت بانكا بوزيتيف يبقى ده ايه؟ ألسراتيف كولايتس. ولكن هذه الارقام موجوده في 70% من الحالات عشان دونت لاي اللي بنحلف عليها هي النعمه البايوبسي. مفهوم يا اولاد؟ البايوبسي. انتي ساكاروميسيس ده انتي بادي معين اسمه انتي ساكاروميسيس. انتي بادي. يا اولاد لغايه كده متفقين مع بعض على التشخيص العلاجي بتاعنا. في الاكزازربيشن على فكره الكرونز ديزيز رخم وبتيت. كرونز ديزيز ما بيستجبش قوي للميثالازين، عشان كده الكورتيكوستيرويدز هي بتبقى الحل في الغالب. فبندي كورتيكوستيرويدز وقت ما يكون في اكزازربيشن. من الممكن ان احنا طبعا ندي نجرب كترايل الميثالازين ولكن مش ريسبونس قويه زي مع الالسراتيف. ما استجابش بنحط مع العيان بتاعنا طبعا الاي ان فليكسي ماب ويتش از انتي تيومر نيكروزس فاكتور الفا انتي بادي. ولكن بعد ما خف العيان بتاعي ببتدي اديله كورتيكوستيرويد اورال، اللي لو ما قدرتش اتحكم وكان في ريلابس ما اقدرش احتفظ بجرعه كورتيكوستيرويد عاليه فتره طويله، فممكن اقلل جرعه الكورتيكوستيرويد بان انا ادي الادا تايروبين للابيوال. تدخلي جراحيا هنا بيبقى كتير، يعني كل شويه في فيستولا ادينا بنخش نشيل الفيستولا في حته ضاقت قوي لدرجه ان هي عامله كما لو كان انتستاينال اوبستراكشن، يا اما نقطعها ونوصل اند تو اند انستموزز، يا اما نفتحها بالطول ونخيطها بالعرض زي ما فاكرين كابتن واتر، نفتح بالطول ونخيط بالعرض فالدنيا توسع نعرضها. هي كده نفتحها بالطول ونخيطها بالعرض فالدنيا توسع تمام. ده اسمه ستريكشرو بلاستي. ولكن دونت فورجيت ان العمليه لو انا حتى شلت الكولون كله لن يشفى المريض، لانها هتصيب السمول انتستين وتصيب الاستومك وتصيب ايفن الاوسوفيكس. اوكي يا اولاد كده
فهمنا مع بعض الانفلاماتوري باول ديزيز. في اي استفسار في الانفلاماتوري باول ديزيز قبل ما نخش على مش معشوق الجماهير معزز الجماهير ديريتابل باول سيندروم القولون العصبي القولون العصبي تمام لان في نوع من جديد جدا في اليوم فبالتالي لو العيان ده جاب حاجه ما بدخلش كويس حبايه مثلا من المكسرات سد بعد سنه او سنه لا 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 الانفلاماتوري سيلز نفسها اللي موجوده والبروستاجلاندين بفازودايلاتيشن عملت اديمه رهيبه في الجدار الاديمه دي هترجع حساب اليوم ما هي ده ما يدور فاليوم التاني مع الايه؟ ما احنا قلنا الفاتي ليفر نتيجه ان انا مش قادر ما فيش اي انرجي موجوده عندي لو حضرتك دلوقتي لو حضرتك ابو طبع واحد من الاطرش لو حضرتك دلوقتي عملت قررت انك انت تعملي ريجيم ما كلتيش مش حاجه تبقى مظبوط صح؟ هيحصل ايه في جسمك؟ هيدوب الدم الدم هيطلع من الفات سيلز جش يروح رايح لمين؟ فات الليفر اتخسر فيه فات الليفر اوكي يا اولاد؟ الايه؟ هي مش في الالسط في الباص في الالسط في الكرونز لان الالسط بيسيب الكل وياخد الحته دي انما فرض بياخدها الكرونز الحته دي احنا عندنا البايسون مرهقه جدا للكبد تصنعها فهو بيصنع 1 جرام بس كل ما نملكه 6 جرام 6 جرام دول بينزلوا من الليفر بينزلوا في الكومن بايل داكت الانتستين يعملوا ابزوربشن للفات والفات سوليبل فيتامينز ثم ميرسي يروحوا راجعين من التيرمينال ايليوم ويرجعوا عن طريق بورتال بين للليفر الليفر ياخدهم وينزلهم تاني في البايل هما بيلفوا مش لوحدهم يلفوا مع الكوليسترول اللي في البايل بيحافظوا على السوليابيليتي بتاعه الكوليسترول في البايل طيب لما هما ييجوا ما يلاقوش التيرمينال ايليوم يضطروا يخشوا على لارج انتستين وينزلوا على الاستول طبعا في الحاله ديت اصبح البايل اللي بيلف كوليسترول بس الكوليسترول مش دايب لان ما معهوش انف اماونت اوف بايل سولت الكوليسترول ده هو بيلف يترسب بسهوله لانه مش دايب ويعمل حصوه في الكومن في الجول بلاد فيبقى عندهم كوليسترول ستون ايه؟ كتير اوكي؟ دكتور هي كنا بنقطع بالطول الخايز بعد عملناها فين تاني؟ عملناها في الكارديو ميوتومي لما كان موجود في حالات اللور اند الاكاليزا اللور اند والتوسط بالعمليه اللي احنا بنعملها كنا بنفتح من تحت بالطول ونخيطه بالعرض حتى قلنا العام ما بيكونش عنده الفلكس العمليه دي ممكن تجيب له الفلكس دي اللي هي هيلر كارديو ميوتومي هيلر كارديو ميوتومي يا اولاد تمام ننتقل الى ريتم الباور ذا جريت الممثل العظيم الممثل والمعذب العظيم ولطلبة الطب خصوصا نازل لكم مخصوص اللي يا ريت يا بابا مش نازل لكم في الامتحان نازل لكم مع الطبيعه عذاب العذاب يا باشا مشكلته على فكره مش تحت مشكلته فوق مشكلته هنا مع التوتر والقلق خدوا بالكم ده السنتر بتاع الحركه وبتاع كل حاجه هنا هم عملوا تجربة يعني ما تجوش دعوة بيها بس عشان تفهموا إن العملية مش جاية في القولون هي جاية فوق يعني هم دخلوا فولس كاستر لبعض الناس اللي عندهم الريتم الأول حطوا عارفين فولس كاستر قسطرة كده فيها بالونة في الآخر تمام ودي مركبة في البوليه حطوها في الريكتم بتاعت ناس عادية والريكتم للناس عندهم الريتم الأول ونفخوا البالونة حتى صغيرة وتابعوا البلاد فلو في البرين بسنتجرافي معين فلاقي الناس العاديه ابدا البلاد فلو زاد لحته اسمها سيجنولات جايروس ما حسوش بحاجه خالص. لكن الناس اللي عندهم الريتابل باول مجرد ما نفخوا البالونه في الريكتم البلاد فلو زاد جدا للفرونتال لوب بتاعت الفيجلانس فابتدوا يحسوا ان في حاجه جوه مع ان هي نفس كميه الهواء اللي كانت عند الناس الطبيعيين ما عملتش اي حاجه مش كده ما بقاش بس كتيره هي احساس اكتر من قولون لان بيزود البلاد فلو الفرونتال لوب بتاعت التنبؤ هنا بقى اولاد المشكله ما يعني ليها حاجات مميزه شويه للريتابل باول الحاجات المميزه طبعا هي اكتر في الفيميلز طبعا لانهم اكتر حساسيه بس ما تعتمدوش على دي قوي فهم اكثر قوه اوكي دي رقم واحد هنا بيتميز الوضع بما يلي اولا بين بيجي في البطن ويبقى ريليف باي باسج اوف فليتس اور فيسز دي واحده مميزه
الم يقول لك لما بدخل الحمام وفتح البول سواء اعدي ريح او اعدي ستول الدنيا الوجع يرتاح. دي كاركترستيك بيب ريليف باي مسج اوف فليتس اور فيسز. النقطه الثانيه المميزه سنس اوف انكمبليت ايفاكويشن، يعني بعد ما يطلع من الحمام حاسس ان في حاجه جوه لسه ما نزلهاش عايز يرجع تاني. يبقى في حاجتين مميزين دلوقتي بيب ريليف باي passage of flatus or feces. اتنين في sense of incomplete evacuation. ساعات يبقى في مخاط يقول لك بروح الحمام الاقي مخاط نازل من تحت. وفي حاجه مميزه قوي الستول ينزل بلت. في عيان يقول لك بص يا دكتور انا بعمل حمام زي بتاع المعيز. حتت 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 حتت. يا اولاد طب ليه سميناه جريت اكتور؟ لان بعض الناس يجي لهم بامساك وبعض الناس يجي لهم هايبر موتيليتي اسهال. ينفخ الكولون يرفع الحجاب الحاجز فتلاقي العيان يقول لك يا دكتور انا باخد نفسي كده بحس ان الهواء مش مالي صدري فروح بتاع الصار رفع الحجاب الحاجز لزق الهارت في الجست وول يجيله بالبيتيشن فيروح بتاع القلب. ده 20% من حالات الجريطه بالبول عندهم فريكوانسي اوف يورينيشن فيفتكر جاله سكر. فهمتوا ليه هو ده جريت اكتور؟ بيلفف العيان على كل حته. ده في مشكله ساعات لما بيجي في الفاسبينك فليكشر يدي تشيست بين وراديتنج لليفت ارم وليفت شولدر. العيان ده سكيبل في كل المزاج. كمان يبقى هنا دي نقاط مهمه، دي نقاط مهمه لان بيلف العيان بيعمل انفستيجيشنز اولاد لكل حاجه. تيجي العيان تلاقيه جايب لك شنطتين وطبعا هو اصلا مالوش، يعني هو اصلا عيان مالوش ودليل عنده قولون عصبي. فتلاقيه دايما بالصداع وعلى طول قلقان ومتوتر وبيدرس طب. وتلاقيه جايب لك شنطه وشنطتين ثلاثه ولا واحد فيهم في حاجه. وطبعا عمر الاريتابل باول ما يعمل دم، مفيش دم. لو دم دي حاجه ثانيه. او القولون بقى العصبي من كتر الحسكه ولا بتاع جاله بواسير، يعني القولون العصبي مفيش فيه اي دم ينزل. وكل حاجه تبقى نورمال. بنعمل ايه؟ اولا بنقول له صحتك بالدنيا. ايه ده حبيبي؟ ايه يعني درجه ضاعت؟ ما ياما هيضيع. هنرفع على جنب وعيش. دي واحد. تنظيم الاكل يا بهوات. الاكل في مواعيد ثابته. الاكل في مواعيد ثابته. يعني افطارك اللي ما بيحصلش معاك خالص. افطارك كل يوم الساعه 9، غداك الساعه مثلا 2، عشاك الساعه 8. ما تقعدش بقى ايه تقوم مره تدعي تفطر ومره ما تفطرش، مره تتغدى ومره تتغدى الساعه 12. دي حاجه. ما تاكلش وتنام. الاكل قبل النوم بساعه ساعتين، ده بالذات لو حضرتك ضربت رز او مكرونه. طبعا مش عايز اقول لكم حركه القولون قليله بيبقى فيه تخمر ويصبح في الاخر اللي نايم جنبك مدمر. تمام؟ يعني تحس انك في مفاعل زلل. اوكي؟ فطبعا ده ما ينفعش. البيض بالليل ما ينفعش، يبقى بالليل زبادي. مع الوضع في الاعتبار بعض حالات الاريتابل باول عندهم لاكتوز انتوليرانس. فبالتالي لما بيشربوا حليب استلم احلى انتفاخات واحلى ليله سودة على كل اللي معاه. وبالتالي بلاش الهزار بالذات في اللبن، انما الزبادي كويسه، جبنه مفيش مشكله. طبعا مش محتاجين نقول الشطه لا. اللب والسوداني لا. وطبعا الكارثه القوميه بتيجي منين؟ الفول والطعميه. خلال فترات النشاط، انما في العادي خلاص، انما عندك امتحانات وقولون تعبان وتروح ضارب لك سندوتش فول سلطه الدنيا مرسي. يا اولاد الاكل وسيمتوماتيك تريتمنت، يعني انا شايف عسر هضم اديله دايجستيف انزايم. في سبازم دايجستين، في زايماجالين، كلها انزيمات تساعد الهضم وتريحه شويه. في مغص بندي انتي سبازموتيك. طب لو في امساك بندي حاجه تزود الموتيليتي بروكاينيتيك. في اللوبراميد اللي موجود الايموديوم يمشي الحل. سوري لو اسالي قلله الايموديوم. يا اولاد لو ما لقيتش حل والبني ادم ده مش عارف ان اخرتها ما بتساويش نهبطه نديله اس اس ار اي انهبيتورز واحيانا ترايسايكليك انتي ديبريسنت. ما بنحبش ندي حاجه اسمها السالتيرايد. السالتيرايد اللي موجود ده اولاد اسمه في السوق دوغماتيين. ده انتي دوبامينرجيك. وعشان كده في ميلز كتيره بتجيلي عندها جلاكتوريه ومرعوبه لانها بنت ففي لبن نازل والدوره وقفت وراحت لحد قال لها عندك ورم في الغده النخاميه. وتيجي عيني مرعوبه. اول سؤال بسال عندك قولون عصبي؟ تقول لي ايوه. عرفت منين؟ بس انت شويه تاخدي دواء اسمه كولونا؟ قلت
تقول لي ايوه طب دي حاجه اسمها دوباتين. ايوه تنيلي وقفيهم هتبقى زي الفل، لان دول انتي دوبامينرجيك، دول بعكس الدوبامين، فبيطلع برولاكتين عالي. ثلاث ايام وعيد تحليل برولاكتين هتلاقي زي الفل. وبالتالي بلاش نلعب في الدوماتين والكولونا. الكولونا ده في انتي سبازموتيك ومعاهم سالجيرايد، فبلاش. اوكي يا اولاد؟ طبعا قبل كل حاجه يعني صحتك بالدنيا، ولما تبقى تعبان يا سيدي خليك في الاكل الصحي، شويه خضار سوتيه مظبوطين مفيش مشكله، بالليل زبادي مفيش مشكله، عايز تاكل رز ومكرونه خليك على الغدا ويبقوا مسلوقين ومفيش مسبك. طبعا في كارثه قوميه في مصر اسمها المحشي. اسمها المحشي. انت تروح ضربه محشي حد محشي بالليل ثاني يوم البرد يفضل. الجيران كلهم هرب. مفهوم؟ يبقى هنا مهم جدا عندنا القولون العصبي، القولون العصبي مهم جدا ليكم انتوا، لانه خدوا بالكم اكتر من 25% من الحالات اللي بتجيلكم العيادات هي مش تعبانه، هي تعبانه نفسيه. والتعب النفسي ده اكتر حاجه بيجي فيها الصداع، الام في كل الجسم، وطبعا القولون العصبي والارتجاع. فانتوا جزء من حالاتكم اللي هتشتغلوا عليها وتاكلوا منها عيش كتير الارتجاع والقولون. ده كان الارتجاع والقولون. طبعا في حاله ليست لها علاقه بالامتحان خالص، يعني يمكن نجيبها لكم، احنا نجيبها بتوع الماجستير والدكتوراه، حاجه اسمها ميجا كولون. ار دي انفلاماتوري باول ديزيز، الالسراتيف كولايتس والكرونز ديزيز. الباثولوجي كان عامل ازاي؟ انما الريتابل باول سندروم نو باثولوجي اتول، انت بتعمل كولوسكوب تلاقيه كومبليتلي نورمال، ده فانكشنال، ده موتيليتي ديس اوردر من التوتر والقلق اللي عند حضرتك. مفيش بس مش مهم يا اولاد. ميجا كول، ازيك يا عاطي؟ يا هلا بيك يا عاطي، اخبارك ايه؟ طلع شمع. طلع شمع؟ يعني بتتعذب بقالك كام يوم بشمع يا عاطف وماشي مش عارف وينك ماشي؟ بص عليه النهارده قال لي صابك شمع انت ماشي بيها ازاي؟ غسله المهم؟ غسله؟ لا قال لي روح اغسله. قال لك ايه؟ اغسله فين؟ اغسله فين؟ اي مستوصف روح، بس خد بالك لما اداك مايكارب بلاش، خليه يحط لك هيدروجين بيروكسيد فايت اكسجين بعد كده اقول لك. ماشي. اصل هو لو ساعات بيحط يعني جليسرين بايكارب عشان يدوبه لانه بيبقى صلب، فبيروح مسيحه ويطلصمها خالص. انما العالم بتوع عنده وصل المصريين على فكره هم اللي عملوها، يروح رشش لك هيدروجين بيروكسيد يروح مدوبه خالص ويروح غسله ويقول لك مع السلامه. بس فلسه بتقعد تطلصها فوق ما هو مطلصها كفايه قعدت مطلع عينها يعني. بص يا ولاد دلوقتي بقى الميجا كولون ده زي ما بقول لكم ده مش مهم خالص في الامتحان يعني، بس معرفه يعني. طبعا فاكرين الاكاديميزي او الضروره اللي انتم بتوصفوا بس. قلنا ان مفيش بلكسس اوف نيرفز موجوده، فالحته مقفوله على طول، لان المفروض يبقى فيها بلكسس لما يجي فيها حاجه تفتح وتقفل فتعدي. هنا بقى في طفل مش هيبقى موجود في اللور اند اوف ذا ريكتم بلكسس خالص، فيبقى الريكتم بتاعه لونج سيجمنت ستركشر كده. وطبعا الدنيا هنا بتبقى كده، فكده سميناه ميجا كول. الحته اللي تحت دي يا ولاد الطفل ده على طول بطنه منفوخة وعنده إمساك رهيب، إمساك رهيب. والجراح لما يجي يدخل إيده المفروض لما تيجي تعمل بي آر تدخل الإنس تلاقي الدنيا واسعة. هنا تلاقي لونج سيجمنت ستريكشر لما بتدخل صبعه يلاقي حاجة ماسكة عليها كده. لدرجة إن بتوع الأشعة ساعات طبعًا عارفين إن الهواء بيبان أسود، يمسكوا الواد ده يقلبوه، يمسكوه من رجليه كده ويحطوا جنيه زمان كان باريزة على الإنس بتاعته ويروح مصوره اكس راي، فيبان البريزه وهوا كتير لونج سيجمنت موجود ضرب، فيقول اه الحته دي عباره عن ايه؟ عباره عن ميجا كولون. طبعا العلاج بتاعها مع الاسف عمليه، يعني لازم يتشال السكشن اللي موجود دوت. ده كونجنيتال. لكن في حاجه اكوايرد ميجا كولون، بعضها جاي بايدينا احنا وبعضها غصب عنا. يعني مثلا في بين فيشر او بايلز موجوده، فكل ما بيعمل حمام يبقى في الم شديد، يبقى الحل يعمل ايه؟ ما يعملش حمام، يعمل صوت فيشر يجيله موجة كولون. طبعا في ناس ولاد ناس قوي 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 يعني اكتر من اللازم يعني. يعني في واد دخل كليه الشرطه قرف يخش الحمامات، قرف يخش الحمامات خالص، فضل قعد بتاع اسبوعين ما عملش حمام، اوبريشن طبعا، واتفتح الكولون لانه بقى ميجا كولون من السبريشن اوف اكت. ففي ناس كده عندنا، كان في واحد عندنا من النواب دايما بيجيب قعده حمام معاه،
ما اخش غير بلعبه البلاستيك بتاعته عشان ما اقعدش على الحمام اللي بيقعد عليها حد يعني. ولما اكون في مره السباكين يشتغلوا في الحمامات غلطوا غلطه وراحوا موصلين المايه السخنه بالشطاب، ما جاتش غير فيه هو راح مشغل الشطاب طبعا رقع في الصوت ان المايه بتغلي يعني. فدايما انتوا حاسوا ان ده برضه خدوا بالكم بتبقى ريبيتو مش حلوه يعني. فهنا السبريشن باول عقل، وعشان كده حضراتكم كل العالم العربي الفيميلز بتاعتهم عندها ريتوال كونستيشن، لان في المدرسه الحمامات مقرفه ما بتدخلش، في الكليه نيله بنيله، في الشغل لما اروح فتتحول الى كونستيشن. يقول لك انا كل يوم مره، ده الطبيعي، ده مش الطبيعي، ده السبريشن اوف هابت. لكن طبعا في بقى كارثه قوميه ثانيه، انها القولون لما بيبقى منفوخ بيبقى مضايق الناس ومضايقهم حتى عصبيه، وساعات عامل صداعي، فتروح واخده لاكستيب تبقى الدنيا حلوه. اللاكستيب بيبوظ البلكسس اوف فينز اللي بالبلكسس اوف نيرفز اللي موجوده في الجدار، فيبقى كاتاليتيك هابت. عشان كده لما تقعد واحده تقول لك انا باخد سكيلاكس او بيكولاكس على طول اقول لها اوعي، الفلاكسين اوعي، لان ده هيبوظ ويخليها كاتاليتيك هابت ويعمل لها ميجا كولون اكوايرد. يبقى هنا في حاجات في ايدينا، سبريشن اوف هابت، كاتاليتيك هابت. انما البيكس دي ما تعمل كده لانها بتوقع في النوتيليتي خالص. والسكليرو ديرما لانها بتبوظ جدار الكولون، ففي عندنا حاجه اسمها اكواير ميجا كولون. علاجها ان انا ادي بروكاليتيك دراجز ازود الحركه اللي هم مضادات القيع، ومع الاسف في بعض الاحيان هنضطر نعمل عمليات. ده معرفته لحضراتكم، ولكن ليس له علاقه بالامتحان، بس ما فيش دكتور في العالم ما بقاش عارف خطورة استعمال اللاكستيف هي ايه بالظبط؟ المكسديما انها بتعمل ميجا كول. دلوقتي بقى شباب هنتكلم، نعم. الميجا كول اللي هو حصل عشان مفيش زي ما كان بيحصل في اللور اند اوف الاسوفجس، ما كانش بيفتح خالص لان مفيش فيه بلكسس، ما هو لازم يبقى فيه نيرف عشان لما يجي حاجه تعمل ستريتش تفتحه وتخليها القابض فوق ينبسط تحته فالحركه تنزل. انا ما عنديش هنا، تحول الى تيوب بلاستيك مش هتفتح خالص. يا اولاد كانسر كول، انا بس كاتب الورق عشان حضراتكم ما تقعدوش تتنططوا في الورق عشان الترتيب بس. كانسر كول، كانسر كول. تعالوا نسمع اللي احنا متفقين عليه من زمان في اي مالجنسي، مور كومن ان الايج اولد ايج، يبقى دي رقم واحد. تعالوا بقى نفهم الامريكان ولاد الجزم عملوا فينا ايه، تمام؟ اللي هي ريسك فاكتور. زمان كان الفول والطعميه هي الاساس، ما كانش هارديز وتكا وكنتاكي بتاع ولاد الجزم، اوكي؟ فطبعا الفايبر، الخضار والفاكهه والسلطه بتحميكم من السرطان. فايبر. وايه اللي يجيب بقى الجوانس؟ البروتين الزياده والدهن الزياده. يعني سندوتش عرضيز بالهنا والشفا بالسرطان. ده غير النسكافيه، خدوا بالكم. النسكافيه مسرطن. النسكافيه مسرطن. عشان كده ما بيشربوش هم هناك، بيصدروه لحضراتكم. القهوه التركي هي اللي معموله. شفتوا؟ اولا حتى القهوه التركي انت ما بتشربهاش كلها، انت بتسيب البواقي، انما النسكافيه بتشرب كله. سألوا كده اي حد في امريكا بتشرب نسكافيه هتلاقي عنده الامريكان كوفي، هتلاقي عنده الطرف اشتغل، ما عندهمش نسكافيه، ما عندهم تحدي. ايه الفرق؟ ليه؟ ايه الفرق؟ الكونستيتونس اللي موجوده في مكونات النسكافيه مسرطنه، عشان كده ممنوعهم دخول امريكا، ما حدش مش هتلاقوا تدخل سوبر ماركت في امريكا كده لو لقيتوا نسكافيه بكلمك. حضرتك اللي بتشرب نسكافيه. مساء الفل. سايفوني برضه في كل حته فيها طبقه مجنونه مش كده؟ وفي نفس الوقت كمان هم عايزين يستغنوا عن بعض الناس اللي هناك مش عاجبينهم، هتلاقي العرب هم يا اولاد. يبقى لغايه دلوقتي عرفنا مع بعض رقم واحد انهم هم كلمين زي ما احنا متفقين، اولد ايج الريسك فاكتور، اكزيست فات، اكزيست بروتين، عشان كده تقول عايز لحمه اهم حاجه لحمه تنصيبه، خد بالكم. انما الخضار والفاكهه والفايبرز حاميه من السرطان، بتحمينا من السرطان. طبعا احنا لسه واخدين واحده قلنا اكيد بتقلل السرطان. السراتيف كولايتس لما يبقى في حفره قشطه، وبرده لو في حاجه زادت بوليبوزيس كولاي، يبقى السراتيف كولايتس وبوليبوزيس كولاي ريسك فاكتور فور كانسر كول. وطبعا في جينيتك فاكتور مع الاسف، يعني تلاقي في بعض العائلات في سن صغير عندهم بيجيلهم كانسر كول.
دلوقتي بقى حضراتكم زي ما احنا متعودين ازاي هنشوف السرطان بعيننا ماكروسكوبيك بيكتشر. احنا متفقين يا فانجيتنج ماس يا مالجنانت انسر يا انفلتريشن. وعشان كده بقى الباثولوجي بيفهمنا الكلينيكال بتاعه واحد انه لما يبقى مفيش اي ماركر يا سلام سلام ماركر يا حبيبي قلنا لا لا مش كومن الانسر بتبقى اكتر فاكرومية يعمل طبعا لو قلنا ملسي فاكت شال يمسي ملسي سي. بص يا ولاد مالجنان انسر ركزوا معايا مالجنان ايه انسر فانجيتنج ماس. عادة الانفلتريشن بيجي في الجدار وبيضيقه وطبعا اكتر حتة بيجي فيها ستريكشر تايب على الليفت سايد هنا الانسر كومن بتبقى في السيكم. الكلام اللي انا بقوله هيبقى له كلينيكال ابلكيشن. اوكي اشمعنى دكتور دي حاجه لا دي حاجه احصائيه يعني دي حاجه احصائيه ووضحت في الكلينيكال بعد شويه يعني على الليفت سايد كومنلي لكن ممكن يحصل في اي حته بيبقى ستريكشر تايب بيبقى الشكل ده ده على الليفت سايد. لو جه هنا على الرايت سايد ممكن يبقى هنا فانجيتنج ماس وممكن يبقى مالجنانت انسر. اوكي طبعا خدوا بالكم في الحته دي الستول بتبقى عامله زي الميه انما هنا الستول ويل فورمد وستركشر تايب فعشان كده لما بيجي هنا بيبقى جاي بيمساك مفهوم انما لما بيجي هنا ما بيعملش امساك بس بيحصل ان الالسر بتخر نقطه في نقطه في نقطه في نقطه في العادي جدا فاير ديفيشنسي يعني نركز. يبقى الماكروسكوبيك بيكتشر بتاعتنا فانجيتنج ماس مالجنانت انسر انفلتريشن اسمها ستركشر تايب عظيم مايكروسكوبيكالي ادينو كارسينوما او اندفرنشيتد لغايه دلوقتي ولا كلمه عنها جديده عن اي سرطان. سبريد بتاعه دايركت سبريد ليمفاتيك سبريد بلاد بورن سبريد اند ترانسولوميك سبريد. مين تاني كان فيه ترانسولوميك الكانسر ستومك ولو نزل على الاوفري ونما على الاوفري يبقى اسمه كروكينج بيرك تشوب كروكينج بيرك تشوب. البلاد هيعمل غاز والفينز بيخش جوه الفينز ويمشي بعد كده كتيومر البولاي كل ده بيتجف ويروح فين كل اللي من جي اي تي بيروح فين عشان كده ده كومن ستورجن تو سي ميتاستاسيس از ليز. اوكي يا اولاد عظيم يبقى لغايه دلوقتي عرفنا السبريد. تعالوا بقى نتكلم عن الكلينيكال بيكتشر. ديسبيكسيا يعني ايه ديسبيكسيا؟ جروب اوف سيمبتومز يعني ياكل يحس بالامتلاء لا بلوتينج يقول لك انا باكل احس خلاص مش قادر اكمل نفخت مليان تراكتيشن تبقى موجوده نوزيا سيمبتومز بنسميها عسر هضمي مش حاجه واحده جروب اوف سيمبتومز. انما اللي هيلفت نظري ويقلقني لوس اوف ويت يقلقني ايه لوس اوف ويت متفقين لما يبقى موجود عاده في السيكم هيجي باير ديفيشنسي انيميا وعشان كده احنا قلنا 100 مره انيميا مش مرض انيميا عرض لمرض يعني ما ينفعش اقول لعيال روح انت عندك انيميا لازم اقول له الانيميا دي سببها وعشان كده اتفقنا ودينا بنتفق اهو لغايه لما ناخد الهيماتولوجي لو لقيت اير ديفيشنسي انيميا لازم تدور في الستات على الجينيتال تراكت في الرجاله على الجي اي تي مفهوم عشان ممكن اعمل له منظار من فوق ما لقيتش في حاجه اعمل له منظار من تحت غير كده لو رفض اخليه يمضي كونسنت ان انا قلت له هو اللي رفض وحطه في كيمياء مفهوم يا شباب مفيش حاجه اسمها عندك انيميا عندك انيميا سبب كذا مفهوم يا اولاد يبقى ممكن يجيب انيميا انما بقى لما يبقى على الليفت سايد عشان كده في قاعده كلنا حافظينها بروجريسيف كونستيبيشن ان ان اولد مان او اولد فيميل بيشنت ايكوالز كانسر بروجريسيف كونستيبيشن ان ان اولد ايج بيرسون يساوي كانسر بس بشرط يكون بقاله 3 شهور 4 شهور لكن ما يكونش بقاله 10 سنين ساعتها تبقى مكسدينا ها مفيش تيومر يقعد 10 سنين لكن اول بوسيبيليتي لازم احطها وافكر فيها في حد سنه كبير عنده بروجريسيف كونستيبيشن بليز دونت فورجيت ذيس ستيتمنت ويتش از بروجريسيف كونستيبيشن ان ان اولد ايج بيرسون مينز كانسر كانسر هو ميل او فيميل ميل او فيميل لا لا ما احنا قلنا كومن مش معناها اونلي
تمام؟ ياخد ملينات يتحسن وبعد كده الامساك يرجع، ياخد ملينات يتحسن وبعد كده الامساك يرجع، يبقى كل مادة بيسوء، معناه ان الدنيا كلها بدها بتضيق بتجوم. يبقى لغايه كده عرفنا رقم واحد عندنا انه ممكن يبقى ديسبيبسيا، ممكن يبقى لوس اوف ويت، ممكن يبقى مايكروستاتيك هايبوكروميك انيميا، وطبعا ممكن يبقى بليدنج بالريكتم لو الالسر دي نزلت جامد، ممكن يبقى في بروجريسيف كونستيبيشن، وطبعا في بعض الحالات لما تحط ايدك على بطن العيان ممكن تحس الناس ودي مصيبه سوداء لما توصل لدرجه تحس. عشان اشخص الحاله بتاعتي كولونوسكوب واخد بايوبسي دي رقم واحد. ممكن اعمل باريوم انيما، انا بشوف الباريوم تاني، احنا ما بنشوفش الكولون، احنا بنشوف الباريوم، فالباريوم بياخد شكل الاناء اللي هو موجود فيه، فهتبص تلاقي الباريوم، بصوا الباريوم ماشي واسع وبعدين بقى خط رفيع وبعدين بقى واسع تاني، لان طبعا التيومر هنا في الحته دي. لو انا رسمت دي كده هيبقى دي شكل التفاحه لما بياكلها توم وجيري، مش بياكلوها من الجناب، فدي بنسميها ابل كور، ابل كور اخير، ده كانسر كور، ابل كور في الباريوم. طبعا منظار قولوني برضو رخم، نحتاج تحضير وهندخل لهازرز، ففي ناس تقول لك طب ما تيجي الاول نعمل فيرجوال كولونوسكوب، كولونوسكوب افتراضي بالسي تي من بره، في بروب بالسي تي من بره ما يخشش من جوه يقدر يورينا الصوره، بس طبعا ما اعرفش اكل بروبس يعني، ففي فيرجوال كولونوسكوب. سي بي سي ممكن تبقى مايكروستاتيك هايبوكروميك انيميا، ولكن في تيومر ماركر وي كان فولو اب العيان ايفن بي، يعني مش بس اشخص بيه، انا ممكن اتابع العيان بيه. اسمه كارسينو امبريونيك انجيوم، كارسينو امبريونيك انجيوم. على فكره بعد ما بنشيل التيومر ده مع الاسف ممكن يرجع تاني، فعشان كده ممكن نتابع العيان بتاعنا بالكارسينو امبريونيك انجيوم. والله لو العمليه اضرب وما انتشرش ادينا بنروح قطعين الحته مع سيفتي مارجن، يعني بقطع من هنا لهنا، والله لو المسافه سهله اقربهم من بعض واعمل اند تو اند اناستموزس. طب افرض المسافه كبيره بنعمل مش اريوستومي لا كولوستومي، بنخلي الفتحه بتاعت القولون تبقى موجوده على بره وفي كولوستومي باك تبقى بتتجاب من الصيدليه تركب يجيب فيها الفضلات الكيس ويغير الكيس ده يرمي لما يتملي ويركب غيره. يبقى لو الحجم لو العمليه اوبرابل اديني هشيل واعمل اند تو اند اناستموزس خلاص مفيش مشكله. مسافه كبيره لازم اشيل سيفتي مارجن ده سرطان. في الحالة دي بنفتح في الآخر طبعاً الكولون على الشارع من بره بفتحة بنسميها كولوستومي ويركب عليها كولوستومي باج. تتغير الكاس بتاعتها كل ما تتملي. متفقين يا شباب؟ يبقى لغاية كده عرفنا مع بعض ازاي التعامل مع كانسر كولون. كانسر كولون. اوكي؟ عظيم. دلوقتي بقى هنتكلم على مشكلة تانية موجودة عند ناس كتير قوي مش حاسين بيها. الإمساك المزمن. الإمساك المزمن مرض شائع جدا. وكتير من الفيميلز عندهم هذا المرض مع الأسف بسبب طبيعة كتم الهابت وطبيعة الأكل. ما أنت ما بتاكلش خضار ولا فاكهة. وخصوصا لما بتعيش لوحدك. بتعتمد على الأكل الأمريكاني. وطبعا كلنا تعرفنا لهذا الوضع، يعني انا لوحدي اصلا فانا طول عمري وحيد. معيش اخوات ولا بنات ولا اولاد، فكانت ماما طبعا مهتمه الله يرحمها بيا اهتمام بائس، وبعد كده اتجوزت بقت المدام. فلما جيت اسافر في مره ما فيش مش بعرف اعمل حاجه خالص يعني. فطبعا قعدت اول اسبوع كده ايه نظام برضو اكل امريكاني، خصوصا ان المطاعم الامريكيه كلها هناك كانت تحت اشرافنا. فكنت بتروح بقى تلاقي ايه هدايا يجيب لك كميه اكل رهيبه ببلاش. بعد اسبوعين بالظبط جالي امساك بشع. تعلمت الادب منه وبقيت على طول بروح على طول السوبر ماركت يبقى كله الخضار والفاكهه والسلطه، وتعلمت الطبخ. بقيت طبخ يعني. مش وحش ولكن مش بارع يعني احسن من ما فيش. يا اولاد فهنا طبعا الحزب كتير. حضراتكم عارفين ان الجدار الكولون فيه ديفكت. جدار الكولون بتاعنا كلنا فيه ديفكت. لو انا خدت سيكشن فيه هلاقي في سيركلر ماسل فايبر ده كروس سكشن، انما اللونجيتودينال ماسل فايبر مش كامله مجمعه في صوره تينيا كورا. بمعنى اخر ان انا لما اجي اتكلم هلاقي ان في سيركلر ماسل فايبر، سيركلر ماسل فايبر عامله تيوب، انما اللونجيتودينال ماسل فايبر هما ثلاثه باند بس مش لابسين دايما، وبالتالي الجدار ضعيف.
طبعا عندي جوه من هنا في الميوكس ممبرين بتاع الكولون وجدار الكولون مخروم مخروم بالبلاد فيزلز اللي جايه من بره. البلاد فيزلز جايه من هنا. فاصلا في سيركلر ماسل فايبر which is complete بس اللي هم بتشوفوا ان نوت كومبليت. ففي ديفكتس ما بين الثلاثه تينيا كولاي والتينيا كولاي كمان والجزء بتاع السيركلر ماسل مخروم بالبلاد فيزلز. تخيلوا بقى حضرتك اللي بياكل خضار وفاكهه وسلطه والحاجات الحلوه بتاعتنا دي وكوسه والكلام ده كله يخش الحمام هو ايه؟ ربنا يسلمك مفيش مشكله الدنيا تنزل زي الفل لان الفايبرز عامله سندوتش مقبول وهو مستعد هو مستني الزقه الزقه دي بس. انما طبعا حضرتك اللي دخل راح ضارب له واحد هامبرجر وضرب وحله مش عارف ايه وشرب سبرايت وسيب الاربيل هنا والشفا هو وصل الكولون الحته بتاعه دي كده هيحصل لما تطلع عينه طبعا عقبال ما ينزل الكلام ده حاسس سنين 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 درجر هنا اخباره ايه؟ بيعلى فيبتدي الميوكس ممبرين من هنا يبص بره يبص بره دي هيبقى اسمها يخرج دي اسمها دايفيرتيكيوزيس كولاي الميوكس ممبرين طلع بره يفضل كده العيان ما عندوش مشاكل عنده ماشي عادي جدا عنده مسكن خلاص وممكن لغايه لما يموت مفيش مشكله يعني. انما المشكله بقى في ميسود النيل اما تخش حته السكون جوه البوكيت ده مين فيكم بياكل طرشي كتير؟ طرشي؟ انصحه يبطلوا خالص الا لو بتعملوه في البيت لما ما حدش يشتري طرشي من بره عشان لو اسأله بيتعمل ازاي هتعرف ازاي ايش عادي يا انت مزاج يعني عارف تاكل عارف تاكل ما علينا يا ولاد دخل ستول هنا في الحته دي الستول ده صوص ايكولاي حلو هيحصل من الحته دي تلتهب طبعا لما الحزق اكتر حته بتتحمل الحزق في الاخر هنا فهيحصل ان ستول دخل تاني الستول دخلت في الحته دي في المكان اللي فيه دايفرتيكلي راحت عامله انفلاميشن بقت دايفرتيكلايتس بصوا بقى الوضع اللي بنضحك عليكم فيه العيان بيدخل ماسك دي وعمالي الم شديد جدا وسخونيه تبقى ايه دي؟ زايده طب معلش انا مرت في حلقه بس خلاص دي عشان خدوا بالكم دي غلطه فهنا على طول لما تلاقي زايده وتكتشف بس المهم يكون عارف اليمين من الشمال الاول ها فبالتالي تكتشف ان على الشمال فكر في الدايفيرتيكولايتس بس خدوا بالكم هي جنبها البلاد فيزلز فبتعوروا فتلاقي العيال جاي بألم شديد هنا وسخونيه ودم نازل من تحت احمر دم احمر ده نسميه هيماتوكيزيا دم احمر من تحت بس اسمه هيماتوكيزيا بليدنج دي دايفيرتيكولايتس هو طبعا تفكر تعمل باريوم ولا تعمل منظار دلوقتي لتخرج من العيان تمام نروح نديله له ايه مين الاورجانيزمز البكتيريا اللي موجوده هنا جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف وعشان كده لازم بندي له ايه سيرت جنريشن هيفالوسبور ممكن ندي السيفتراكسون وطبعا بندي فلاجيل لغايه لما يخف الالتهاب اللي موجود عايز تتاكد ان في دايفرتيكولوزيس بنحقن الباريوم هنا فنفاجئ بان في زوايد طالعه من القولون ودي اكس ريت بتجيلكم وهنوريها لكم هتلاقي في دايفرتيكولوزيس هتلاقي في باريوم طالع على الجناب بتاعت القولون يبقى دي دايفرتيكولوزيس ممكن نعمل سبايرال سي تي يبينها طبعا دخولنا بمنظار لازم يبقى باحتياط عشان ما نخرجش حاجه العلاج زي ما اتفقنا وقت الاتاك ان احنا بنعمل ايه انتي بايوتكس سيرف جنريشن هيبرسمورنز وبندي فلاجيل للعيان بتاعنا لكن لو النزيف مش عايز يقع هنضطر نتدخل جراحيا مفهوم يا شباب اتفهمت الدايفيرتيكولوزيس يبقى هي الدايفيرتيكولوزيس لوحدها ما تعملش حاجه لكن انت هتعمل مشكله لما تبقى دايفيرتيكولايتس الجدار بتاع الكولون في سيركلر ماسل فايبر مستمره تيوب كامله زي الفل محوطه كل حته انما اللونج تيودنال الماسل فايبر مش داير ما يدور هم مجمعين في ثلاث شرايط بس فبالتالي في حتت ما بينهم ما فيش فيها غير سيركلر ماسل فايبر دي ضعيفه وفي نفس الوقت مخترقه بالبلاد فيزل لانه جاي من بره عشان يهزي الميوكوزا فخرمها مع الحزق في حتت فيها ديفكت اللي ما فيهاش لونج تيودنال فيروح الميوكوس ممبرين يرنيت بره يخرج لبره يا اولاد توث ابيرنس شكل اسنان من منشار هتلاقي القولون موجود وطالع منه اسنان من الجناب. ده السبايرال الحلزوني احنا ما خدناش لسه الباثولوجي.
هو هتلاقي في حد يقول لك اعمل اشعه مقطعه يا دكتور، تقول له اشعه مقطعه عاديه، يقول لك لا حلزونيه. الحلزونيه دي بنتابع البلاد فلو بتاعها، يعني البلاد فلو بيخش الاول الليفر عن طريق انه بيدخل عن طريق الهيباتيك ارتري، ثم بيلف بعد كده في الارتريس ويخش للميوكوس ميمبرينز كلها والانتستين، ثم يرجع يخش الليفر ثاني عن طريق البورتال فين، لفه وبعدين لفه. دي اسمها سبايرال سي تي، بتبين المرحلتين بتوع دخول الدم. ده كلينيكال طبعا، ده كلينيكال اساسا، واحد من الايتيمز ابدومينال بين زي هنسال عليه، وفي كل حته هنفكر في ايه ايتيم قد كده في شيت. وعشان كده احنا بعد ما هنخلص ده والجي اي تي، يعني احنا بعد ما نخلص الكلينيكال بتاعنا هنفكر ان احنا نبتدي جي اي تي، عشان يبقى رابطين ما بين النظري وما بين الكلينيكال في التطبيق بتاعه، لان الكلينيكال ميزته التجميعات. السؤال اللي بينزل ايفن حتى في النظري بتاعكم بينزل تجميعات، فاللي بيجمع لنا الكلام ده الشتات بتاع الكلينيك. يا اولاد دلوقتي بقى شباب، بعد ما عرفنا الدايزرتيكولوزيس هنتكلم في نقطه ثانيه، هنتكلم في الكارسينويد سندروم. الكارسينويد سندروم من الصعب ينزل لحضراتكم سؤال، لكن هو بينزل ام اس كيو بس، وهنعرف ايه الحته اللي بينزل فيها ام اس كيو. الكارسينويد ده عفريت، ده عفريت طبعا يوم الثلاث في امتحان الدكتوراه معاه بسلو ملك طلعها من قلبك لكده كتاب الام اس كيو الاسم الام اس كيو بتاع في ورق ام اس كيو حاطه، بس انا جايب لكم امتحان مش هجيب لكم الورق ده. دي اول حاجه بالاجابه بتاعته حاضر. وفي لانج ام اس كيو، بس الام اس كيو لانج انترنال ميديسن ما بينزلش في الامتحان لان نص سؤال كبيره دي مساله. وفي كومار بيست اوف 4 مش بيست اوف 5 كويس، انما عدد اسئله الام ار سي دي الكتب بتاعتهم بالذات بتاعت خالد بنيامين كويسه قوي، بس مش مطالبين بيها كلها، في حاجات امر ليها يعني. هو ينفع نخلي امتحان الدكتوراه مع الجي اي تي بحكم ان احنا واخدين ثلاثه من الجي اي تي الاسبوع ده، فنذاكر الجي اي تي بالاسبوع كده. ولو قلت هيقول لي واحد لا كده مش هنقدر نخليها حاجه واحده، هنخلي الجي اي تي مع الليباتولوجي عشان يبقى كله خلاص. بس في ناس بتفلسع عليها حاجه، امتحان الاندوكراين مش هصححها، انا هحاول الاجابات وارعشكم في الاجابات وخلي كل واحد يصحح لنفسه خلاص كده. في شخصيات اللي هو ايه بالنسبه لي، يعني قول قول لو ما دخلتش هتبقى نفسيا ماشي. ما انا عايز اعمل لكم تريننج. لا هو بلاش اسمعي الكلام اللي بقوله، التريننج ده لازم تتعلموا حاجه، لازم تتعلموا انكم تقعوا وتقوموا، وان الفشل خطوه على طريق النجاح، وان مش ناقصت درجتين الدنيا باظت. عايز اقول لكم على حاجه، انتوا اكتر ناس عرضه للانتحار، فلازم نعلمك ازاي انك انت امتحان يقع طز خيرها بخيرها وتشرب بيبسي تتكرع. نصيحه ده مهم، لا يطلع مع الامتحان. ده سؤال اسأل عايز اسأل نفسكم؟ يعني عايز اسأل، يعني الراجل بتاع التورش ده اللي بيطلع يوزع ل 500 محل وهو عنده اصلا يعني مثلا شقه، تفتكروا انه يقعد زي البيت عندكم تحطوا المخلل وتقعدوا اربع شهور؟ هو بيحط بقى اي ليله بيجي كولاي يبقى زبده تاني يوم، الخيار محطوط امبارح، يحط مصدر للايكولاي يربطها في شاشه ويقفل عليها ويحطها في البرميل، بعدها تاني يوم حضرتك بقى تقول ايه الخيار الحلو ده بقى له ست شهور ده ولا بقى له ايه؟ هو بقى له على العموم حتى ما فكروش، عارفين الاجانب كان فكر ان عملها في معامل يعني ايكولاي ومزرعه وطلعها، انما احنا هنعمل معامل ليه وفي معمل طبيعي موجود؟ ممكن يوم الاحد لا يوم الاحد لسه احنا عندنا بكره حصه. لا مش فاهم اصبر بص المفاوضات انا هضطر اقول لكم ركزوا بس وانسوا الامتحان دلوقتي ركزوا بقى. كارسينويد سندروم، كارسينويد ايت يعني ايه؟ يعني ميه مش كده؟ زي الكارسينوما، زي الكارسينوما، زي الكارسينوما. كارسينويد سندروم، كارسينويد سندروم ده بيطلع من خليه اسمها انتيرو كرومافين سيل، انتيرو انتستين بتتسبب كرومافين سيل. في الوضع اولاد اكتر حته بيطلع فيها
الكارسينويد تيومر هي الابندكس والتيرمينال ايليا ثم الريكتم. يبقى الابندكس تيرمينال ايليا ثم الريكتم اكتر حته بيطلع منها الكارسينويد تيومر. الكارسينويد تيومر ده بيبخ سيروتونين. بيبخ ايه؟ حد فاكر الاسم العلمي للسيروتونين ايه؟ ايو 5 هيدروكسيتريبتامين. طيب حلو، طلع تيومر صغير محدق جميل كده في الابندكس وبيبخ سيروتونين. العيان ولا يحس بحاجه ولا يحس باي حاجه. ليه؟ لان كل السيروتونين اللي هيدخل الكورتيزول يروح واخد بعضه وطالع على الليفر. الليفر يقطع رقبه السيروتونين ولا العيان يحس بحاجه، الا بقى لما يبعت التيومر ده بتستاسيز الى الليفر. من الليفر هيصب دايركتلي في الانتيرور فينا كده السيروتونين، فنلاقي العيان يركبه عفريت. العيان يبقى قاعد كويس، فجاه بقى كان لعب في بطنه هرش، يلاقي الوضع كمان يزمر فلاشر، فجاه فلاشر ويشحر. اتاكو برونكا لازمه، ده كان قاعد فله وشه احمر وزيق بقى برونكا لازمه، ومغص واسهال، يطلع يجري على الحمام. ده هنسميه كارسينويد سندروم. يبقى مش كل كارسينويد تيومر معاه كارسينويد سندروم. كارسينويد سندروم ده كلينيكال بيكتشر، اللي هي عباره عن فلاشنج ويزز معاهم ابدومينال بين ودايري. لما العيان يجي لك وهو عنده 60 سنه وجاي لك ببرونكال ازمه لاول مره، لا في حاجه غلط، في حاجه غلط. ويقول لك ده انا ببقى زي الفل، فجاه صدر يقفش وش يحمر ويزنهر ويبقى عندي اسهال. تقول له اه انت كارسينويد سندروم. في الواقع ساعات بنلاقي اصاب القلب، يعني ما تستغربوش لما ناخد كارديولوجي نيجي نقول لك اسباب الميترال انكومتنس تلاقي فيها كارسينويد سندروم، مع ان هو كومنلي بيصيب الرايت سايد فالفز، يعني كومن يعمل ترايكاسبيد انكومتنس، يعمل بالمونري، مش كومن قوي ان يعمل ليفت سايد. عارفين ليه؟ لان اللنج فيها سيروتونيز انزايم، فهو لما بيبعت سيروتونين بيدخل في الانفيرور فينا كيفا يقابل الترايكاسبيد والبالمونري يطلع ايمن، يخش في البالمونري ارت بقى يروح اللنج تتقطع رقبته. امتى يصيب الليفت سايد للظهار؟ لو كان طالع برايمري في اللنج او بعد متاستاسيس في اللنج، ساعتها هيبخ على طول في الليفت سايد. التشخيص بتاعه بيعتمد على قياس 5، وده سؤال اللي مسكيه على فكره، على قياس ال 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، سؤال ام اس كيو بيقول لك دايجنوزز اوف كارسينويد سندروم ديبند اون ميجرمنت اوف يورينري 5 هيدروكسي تريبتامين. ده السيروتونين شخصيا. قياس 24 اور يورينري سيروتونين. قياس 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. 5 هيدروكسي هو ده الاساس، 24 اور 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد من الاعالي. يبقى فاضل اللوكاليزيشن في التيومر. اعمل سي تي، اعمل ام ار اي، ما جابوش. سوماتوستاتين بيلزق على الانتيرو كروماتين سيلز، فاحنا هنستعمل سوماتوستاتين انالوج اوكتينوتايب ليبل دوز ريديو اكتيف ماتيريال. واروح اعمل سكان على الجسم الاقي الاوكتينوتايد اللي معلين الماده المشعه مركز في الابندكس، يبقى هي في الابندكس. نفتح ونشرب. طب اذا ما لقيتوش وده وارد، ما عرفتش مصدره فين؟ في الحاله دي سوماتوستاتين مش كان بيلزق عليه، يعني بيشتغل عليه، فندي سوماتوستاتين انالوج يقلل السكريشن بتاعي السيروتونين. ساعات بندي الانترفيرون، الانترفيرون بيقلل السكريشن برضه بتاع السيروتونين، فده من ضمن الوسائل اللي احنا ممكن نستعملها لو ما عرفتش احدده واشيله بالجراحه، لان الجراحه راحه. كده ولاد؟ يبقى كده عرفنا مع بعض الكارسينويد. دكتور نعم. الكارسينويد تيومر قلنا الكومن السايد اللي موجود عندنا هو الابندكس فالترمينال ايليوم فالريكتوم، لكن ممكن يطلع من اللنج. اسمه ايه؟ اسيمبتوماتيك، لان هو بيطلع سيروتونين، بس السيروتونين بيتكسر في الليفر. لكن امتى بقى هيبقى في مشكله؟ لما يوصل لتسس في الليفر، ساعتها هيبخ دايركت في الانفيرو فينا كيفا، في الليباتيك فين والانفيرو فينا كيفا، مش هيتكسر، فيدي عرق. يا شباب. هو ازاي بشخص بالاوكتيريتايد؟ ليه؟ ازاي بشخص بالاوكتيريتايد؟ احنا عندنا السوماتوستاتين بينزل على الخلايا دي عشان بيقلل السكريشن بتاعها، صح؟
فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب سوماتوستاتين انالوج اوكتيرو تايب معاه ليبلد وذ ريديو اكتيف ماتيريال وديها للعيان بتلف في الجسم هتلاقي ريسبتورز هتلزق عليه صح؟ فالاغلب هيتجمع فين؟ في المكان اللي فيه الورم. انا بعمل بالجاما كاميرا فلاقي الراديشن طالع من حته معينه يبقى المكان ده هو اللي فيه ايه؟ تيومر بتاع افتح وشيل. طب السؤال ده يا ماشي هو الليفر موجود فيه سيريتونيز؟ عشان كده بيتكسر. طب لو فيه لو هو نفسه فيه ميتاستاسيس مش هيكسر ليه؟ لا لان الميتاستاسيس عاده هتصب بعده مش هيلحق الخلايا تتكسر يعني هيروح صب دايركتلي في الليباتيك فينز ما لحقش يكسره بعكس لما يجي لي بالتدريج واكسره. اي سؤال يا شباب؟ فاميليال بوليبوزيس. فاميليال بوليبوزيس طبعا مش عايز اقول لكم كلمه بوليبوزيس دي عندنا بتبقى مرعبه ازاي. تخيلوا ان القولون ده ممكن يوصل ل 5000 بوليب يعني ممكن نلاقي واحده او اثنين ساعات نلاقي 5000 اب 5000 بوليب في الكولون. اللي عايزه يبقى لازق في دماغنا انه كارسينوجينيك انه كارسينوجينيك. البوليب دي في بعض الحالات بتوصل للاستومك وتقلب بسرطان كمان في الاستومك. فبيلا البوليبوزيس عادة بيبقى مشترك معاها حاجات تشكيل اسمها سندرومات. يعني في حاجة اسمها هيتس جيهر سندروم. في ناس تلاقوا على الشفاف بتاعتهم كده حتت بني وساعات على صوابعهم دول بيتس جيهر. بيجمنتيشن تبقى على اللبس وبراونش بيجمنتيشن ممكن تبقى على الديجيت ومعاها بوليبوزيس كولاي. ده بنسميه بيتس جيهر سندروم. محدش يبص لنفسه ويلموا نفسكم عشان يعني خدوا دور المصنع. خلوا الطابق مش هتقول لنا حاجه سرطان بس سندروم متلازمه مش عارف ايه. واحد في نوع تاني يطلع لهم عارفين الاوستيوما اللي بتطلع في العظم في الفلات بون بالذات تلاقي اوستيوماز موجوده كده وتلاقي على طول تيومر بيطلع من ريكتس شيز اسمه ديزمويد تيومر ويبقى عندهم فاميليال بوليبوزيس. دول بنسميهم جاردنر سندروم وده لو عضك مشكله لانه عدد السنان بتاعته اكتر من 32 سنه عنده سنان كتير. جاردنر سندروم ستيوما ديزمويد تيومر اند فاميليال بوليبوزيس وانكريز نمبر اوف ديز بس دي مش مطلوبه بالظبط. جاردنر ريكتس شيتس اسمه ديزمويد تيومر. في بعض الاحيان بقى بيبقى معاه البوليبوزيس دي كلهم مالجنان تيومر في السي ان اس ده اسمه تاركوت تاركوت سندروم. في مشكلة تانية بعض الأحيان بيبقى معاها مرطومة ومالجنسي في الثيرويد بنسميها كاوتل. أحيانا بيبقى معاها تشوهات جامدة جدا هايبر بيجمنتيشن وألوبيشيا جلد شعر الأرض بنسميها كونكت كندا سندروم. يعني كوكتيل في الآخر من الفاميليا البروبوزز. إنما الأعراض بتاعته ممكن تبقى في الأول أسيمتوماتيك برغم ان الشكل يبدو ان المكان سبيس اوكوباين يعني الواقع يعمل كونسبريشن وبيعمل ضياريه لان بيطلع بوسطه جنبيه فبيعمل ضياريه وساعات يعمل نزيف الم في البطن لكن اخطر ما في الموضوع انه بيقلب ايه؟ بصرف. طبعا بندخل في المنظار نلاقي البوليب ممكن نعمل باريم. الباريم يبان ابيض وفي فيلنج ديفكت كتيره جدا هتشوفها في الاكس رايز في الباريم الاقي فيلنج ديفكتس كتيره اقول دي بوليبوزيس. العلاج بتاعنا لو هي واحده او اثنين طبعا بندخل بالمنظار ونعمل لها كتل. بس الشطاره في مصر ايه؟ في كل حته لازم ننظف القولون قبل ما نخش المنظار مش كده؟ يعني العيال قبل اليوم ده ما ياكلش بقى فول وطعميه ولا خضار ورز ومكرونه بنديله سوائل يعني شويه شوربه يشربها طول اليوم سوائل هي كده؟ بنعمل له حقنه شرجيه عشان ننظف القولون ونديله شوربه زيت خروح كل العالم ده عشان نغسل القولون فالراجل يخش بالمنظار تبقى الدنيا واضحه قدامه. في مصر بقى في حاجه حلوه. انت عارفين الفهلاوه بتاعتنا احنا لازم نبقى يعني لينا التاتش بتاع الفهلاوه يعني. فنديله ازازه مانيتول. المانيتول ده كومبلكس كربوهيدرات. ما يبقاش ابزوربت. فلما يشرب ازازه المانيتول دي تروح شافطه من الكولون اللي بيضرب كله ميه وتعمل غسيل تخلي الكولون ايه؟ ازاز. يبقى الراجل داخل كده ايه الدنيا بتلمع اي حاجه يشوفها. بس في مصيبه اسمها ان المانيتول في ليما كله. فهو الراجل داخل بالمنظار لقى بوليب حب يعمل لها ايه؟ روتري يطلع مرض فوق من تحت. فبالتالي رجاء لو في احتمال كوتري بلاش نستعمل المانيتول في البريباريشن. طبعا مفيش كتاب في الدنيا كاتب المانيتول
مفيش كتاب في الدنيا كاتب المانيتور، بس دي طريقه مصريه انت عارف التاتش المصري لازم يبقى له حاجه فوق كده اضافه يعني كده. طبعا لو الكميه 5000 ولا 2000 هتعمل ايه يا بابا؟ هتعمل توتال كوليكتومي ويز يا اما اليوريكتال انستوموزيس او بيرمننت اليوستومي، يفتح على بره كده تفتحه على الاسطمب بس تراجع الاسطمب كل شويه ببروكتوسكوب ولا حاجه. مفهوم يا شباب؟ از ات كلير؟ الحمد لله. نحب ناخد لحظه. بكره هناخد المال ابزوربشن. مال ابزوربشن بالرغم ان شكل الرد رخم الا انه والله فهمه سهل لو فهمته الموضوع، لكن قرايته رخمه فما فيش